مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الصوت الرابع. اسبوع جديد بلا حكومه وخطوط الاتصالات بارده وما مش معروف يعني شو عم بيصير اذا خلف الكواليس او بعيد عن الاعلام، ولكن كل المعطيات حتى ساعة عم بتقول مع المعنيين انه ما في هالتقل بالاتصالات والتواصل اللي كان باول عمليه تشكيل الحكومه. بس المعلومات عم بتاكد انه مطلع الاسبوع الجاي رح يكون مفصلي لناحيه التسريع في هذه الاتصالات ومن اجل التفاهم على حكومه. خلينا نشوف. بكل الاحوال بس هالاسبوع ما كان ابدا اسبوع عادي، هيدا الاسبوع شهد على اهم انتخابات امريكيه وفوز جو بايدن اللي الكل يعول على تغيير بالسياسه الامريكيه وخصوصا بمنطقه الشرق الاوسط اذا كان رح تتحلحل الملفات. على كل حال هيدا للمتابعه اليوميه، ومن هلا ليستلم الرئيس ب 20 جانيوري بتبين كيف رايحه وباي اتجاه وخصوصا على مستوى الولايات المتحده مش بس على مستوى المنطقه ولبنان، ونحن دائما معلقين بقشه. ايضا بموضوع كورونا كمان ما كان اسبوع عادي، صار في تطور هائل للاصابات وبلشنا نحكي عن اذا بنعمل لوك داون توتال لوك داون او بنضلنا على جزئي، وهذا الإقفال الجزئي والله الكلي إذا ما ترافق أو الكلي إذا ما ترافق مع خطة وما بيلاقي نتيجة رح يكون مثل قلته، خاصة نحن مقبلين على شهر ديسمبر هو شهر الأعياد. على كل حال أيضا ثلاثة المجلس الأعلى للدفاع يفترض أنه يبت بهالموضوع، ويمكن استبق وزير الداخلية أيضا الاجتماع المجلس الأعلى للدفاع وأعلن عن إقفال المدارس لمدة يومين ليعرفوا شو بده يصير، بس أنه الوضع ما بيطمن على ما يبدو. هالموضوعين أنا بالأساس أخذتهم بحلقة اليوم. موضوع الأول موضوع الكورونا، التطورات اللي عم تحصل بلبنان وبالعالم، وبالشقة الثانية موضوع الانتخابات الأمريكية. رح أعرفكم على ضيوفي. معي بالاستوديو الدكتورة ماري دومتر الأكاديمية والباحثة العلمية. مساء الخير دكتورة ماري. مساء الخير. وطبعا البحث دائما له أهميته، ودكتورة ماري اشتغلت على بحث هلأ رح نشوفه تطور الوبائي وتطور الجيني وما إلى ذلك، هلأ هي بتفسر لنا أو بتشرح لنا عن هذا البحث. معي من واشنطن دكتور طلال نسولي الأستاذ في المناعة والربو والحساسية بكلية الطب بجامعة جورج تاون، وأيضا المدير الطبي لمراكز ووترغيت وبورك ومؤسس المعهد الدولي للسعال ومدير المكتب العالمي لدراسات المناعة بواشنطن. ما شاء الله شو بعد في عندك تايتل دكتور. مساء الخير. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. ورح ينضم لنا بعد شوي دكتور جوزيف الحلو مدير العناية الطبية بوزارة الصحة العامة، وأيضا معنا مداخلة من نائب أصحاب المستشفيات بلبنان سليمان هارون. وبالشق الثاني المتعلق بالانتخابات الأمريكية رح يكون معي بالاستوديو دكتور كامل وزني المتخصص بالشؤون الأمريكية وعضو لجنة الرقابة على المصارف، وأيضا سوزان هيدموس الصحفية والكاتبة بواشنطن بوست مباشرة رح تكون معي عبر سكايب من واشنطن دي سي، والقاضي سام سلامي قاضي المقاطعة 19 بدوربورن بولاية ميشيغان أيضا مباشرة من أمريكا. اسمحي لي دكتورة ماري رح أبدأ مع دكتور نصولي لأنه بدنا نشوف هلأ حال مع تطور الانتخابات بأمريكا والناس شفناها كتير على الطرقات. دكتور طلال يعني أولا عم نشوف أنه في ازدياد بحالات الكورونا، بنحكى أنه هاليومين عطى تقرير أنه كتير زادت الحالات بأمريكا نتيجة هالنزلة على الشارع والانتخابات. اولا شو رايك بهالانتخابات، وهل يمكن ان يحصل تغيير على مستوى ملف كورونا بالتحديد لانه هو التحدي الاكبر امام الرئيس الامريكي؟ ايه ما في شك، انا بعتقد بده يصير في تغييرات. مثل ما بتعرفي الشيء اللي عم نشوفه كنا وقت الرئيس ترامب عمل جهده اول شيء والامور كانت عم تتحسن وجمع علماء ودكاتره مخصصين بهالامور هيدي، بعدين صار في تقسيم، يعني تشوفي الناس اللي حاطين الكمامه هدول انه ديموكرات، الناس ما حاطين كمامه ريبوبليكان. شفتي الراليز تبع الرئيس الامريكاني الرئيس ترامب لهلا هو بعده الرئيس مثل ما بتعرفي، اللي بالرالي تبعه عنده 20 يا 25 الف شخص موجودين قاعدين جنب بعض، ما في كمامه موجوده،
انتبهت شو؟ وهذه ضد القانون اللي التاسك فورس اللي البيت الابيض اللي عملها، شوف التناقض لاي درجه. هذه اكيد يعني كل ما يكون في رالي عم يطلعوا ناس عم ينضربوا، في ناس عم بيصير معهم امور سيريس، وفي ناس عم يتوفوا كمان. هذه عطت رونج ايديا، يعني عطت الفكره الباطله على عمليه الكورونا فايروس والوقايه انه واحد انتبهت شو؟ بقى هلا بايدن بريزن الكت بتعرفي هو كثير كثير متحبس بالوقايه، بتشتغل بطريقه مضبوطه، الماسك مهم جدا انه نحطوه، ومثل ما بتعرفي يعني اكثريه الناس اللي عم ينعدوا في شالتين صغار، الناس اللي عم ينعدوا مش من الناس المريضين، ما حدا بيروح بيزور حدا اذا واحد برشح ومعه حراره وعم بيسحب وحالته، حتى اذا عنده سهل صغيره، الناس عم بيلقطوا الكورونا فايروس من ناس ثانيين اللي عندهم كورونا فايروس من دون اعراض ابدا. هيدي حضانه، يعني هيدي عم بعطيكم بس صوره صغيره، هون شخصين انه هذه الان سكلت لزميله بالمدرسه، قالت له بدي اشوفك ندرس سوا ما بعرف شو، قال اوكي، سالته في شيء؟ قال لا انا عم بعمل رياضه وركضت شيء 10 كيلومتر وهلا من 10 كيلومتر بيجي بشوفك وكذا. تعرضت عليه ما في عنده عوارض ابدا، تعرضت عليه هو عنده الفيروس، عم يشوف الفيروس بالحضانه. معناتها شو معناتها؟ الخلاصه واحد بيقدر يلقط الكورونا فيروس من شخص ثاني ما عنده عوارض اطلاقا. ثاني شيء غلط الجمهور انه عم يطلع بالجو، مش بس النقط، النقط على مترين، فوق المترين كمان. اليوم طلعت كمان دراسي عم تطلع يوميا انه بيطلع عندك الرزاز الثقيل اللي هو فوق الرزاز، وعندك المرزاز مايكروسكوبيك اللي تحت ال 5 مايكرون بيصير ايروسول بيطلع بالجو بيطلع بالجو. معناتها نحن بدل ان نقوي التهوئه تبعت كيف نفتح الشبابيك ونعرف انه فينا نلقطه بهالطريقه هاي. لهذا السبب اهم شيء نحن نستعمل الكمامه، اذا العالم استعمل الكمامه بيقدروا يفتحوا شغلهم، بيقدروا يفتحوا اشغالهم، تبعت شو بطريقه ملموسه، ما انه بدنا نفتح 100%، تبعت بس بدنا نكون نحن اخذين قرار على حالنا، نحن بدنا نكون على حالنا، ما فينا نعتمد بس على الحكومه شو بدها تعمل، انه هلا بتعرفي هذا عدو الدنيا كلها، في عدو عم بيهجم على الدنيا كلها، مش انه بلد ولا بلدين ولا روسيا ولا اليابان ولا لا، كل البلدين، وهذا كورونا فايروس. شو عم عندك بال 5000 يا 6000 قتيل يوميا من الكورونا فايروس، انتبهت كيف؟ بالعالم كله، هذه بدها تتوقف بطريقه سهله اذا الفايروس ما تنقل من شخص لشخص. الفيروس ما بيعيش الا بالشخص، نحن بالاشخاص تبعونا بيتغذى من طاوله بيزع كذا، بيعيش اربع خمس ساعات ثلاث ساعات بعدين بيحمل طوله بيموت، تبعت شو؟ فهذه شغله مهمه جدا. انا بعتقد انه ما رح نقدر نخلص من هالكارثه هلا، هلا ناطرين اكيد العلاجات والشيء اللي صار انه هلا في جديد هذا طلع من يومين تنقل، صار ستيشن تبع الفيروس صار قال عن الفيروس هلا 614 لاي 614 تغير الشوكيت تبعونه تغيروا، صار بفوت على الخليه تبعونا اسرع وبيعدي اكثر. ما بدي خوف انا، ما بدي خوف. شو السبب؟ شو السبب دكتور؟ ليش عم بيتكرر؟ عم يتطور، عم بيطور حاله، طور حاله. هلا امرار بيتطور بطريقه عاطله له وبيروح الفيروس، وامرار بيتطور بطريقه شنيعه له انه بيصير اسهل انه هو يفوت على الهيدي. مش تخويف، انا ما مخوف المشاهدين، بس عم حذر المشاهدين انه يا جماعه انتبهوا، لان العمليه بعد ما خلصنا منها، واهم شيء اهم شيء نحن نحط الكمامه، نترك بترين من بعض، نغسل ايدينا بالوقت الحاضر. طب دكتور بس قلت شغله يعني مهمه ونحن صرنا اكيد عم نكررها، موضوع الكمامه، انه خلص صرنا اخر شيء قدام فقط انه بليز خليكم بالكمام، لكن الصوره اللي فرجيتنا اياها بتخوف، كميه الرزاز اللي طالعه، اذا قشت على الكمامه، مسكنا الكمامه، رجعنا بعدين شلنا الكمامه ورجعنا استعملنا ايدينا، يعني مثل كانه ما في مفر اذا عندنا شخص معه كورونا نحن وحظنا بننعدى او ما بننعدى. سؤالك مظبوط جدا، لحقلك عمليه المسك وعمليه انه واحد لقط الكمامه صعب كثير يلقطها، الا ما بده يلقط هيك ويعمل هيك، ولا بده ياخذ الكمامه يحطه بيتبه، ما حدا رح يعملها. اكثر امور اللي عم بيصير الانفكشس بروسس اللي عم بيصير هو من الانف ومن التب،
الشيء اللي يعني الشيء اللي بالهواء تبعت لي كيف هدول بيفوتوا وبيفوتوا على الريات وبيفوتوا علينا تبعت شو عمليه المسك مش مهمه جدا اكيد ما بدنا نقدر نحن قلنا اتفقنا من الاول انه انا بعطي نصائح صار لي 8 اشهر ما نقدر وشنا يعني اذا عم حكنا وشنا ناخذ كلينكس نحك وشنا هيك خلص تبعت شو بس اللمس قليل جدا بالنسبه للشيء اللي بالهواء اللي بفوت الايربورن هدول المشاكل اللي عم بتصير وبدنا ننتبه من الناس اللي حالتهم منيحه اللي ما عنده ولا عوارض اطلاقا الناس اللي لقطوا من شخص ثاني كان وقت الانكيوبيشن تبعت اللي كيف ما في عوارض اطلاقا وعم بيكشف الفيروس بطريقه غريبه فهذه شغله مهمه وبدي احكي هلا شويه عمليه الدواء في دراسه جديده طلعت بتخفف بطريقه رفيعه الوفيات وغيره الدواء ولا اللقاح قصدك الدواء العلاج ولا اللقاح اثنين خلينا نبلش هذه رح نرجع نفوت عليهم بس دكتور قبل ما بدي اياك تسمع لو سمحت دكتوره ماري لانه كمان عملت دراسات على موضوع الطفرات الجينيه انه كيف عم تتطور بس لانهي بموضوع الكمامه اذا نحن لقطنا على ايدينا بالسانيتايزر كفيل انه نحن بس نعمل بالسانيتايزر معلش نحن عم نرجع نسالهم هول لانه بدنا نضلنا نكون عم نحكي للناس ونقول لهم لانه في شويه هيك عم في تراخي وشوي يعني مثل كأن الناس ريحت بموضوع الاجراءات والوقايه نحن لازم يضل حدنا سانيتايزر يعني لازم دائما نضلنا عم نمسح ايدينا لانه كان عم ينقال من زمان انه على السرفاس انه اذا كان موجود لا بضل عايش بضل 48 ساعه واربع ايام وما اربع ايام كان في قلق كبير بهي القصه هلا بيكفوا لي بس انه غسيل و مزبوط ليكي غسيل الايدين بالصابون بيمشي بطريقه غريبه الشكل ويكون عندنا الديزنفكتن ما ضروري كل الوقت نعمله اذا ما دقرنا وشنا ما بده ينشغل بيننا اذا ما دقرنا وشنا نحن ما ينشغل بيننا اطلاقا لازم نتعود هلا طريقه جديده نعزل الوجه عم بيصير اذا ما دقرنا نعزل وجهنا الوش اهم شيء الوجه تبعت لي كيف هلا اكيد نحن ما بدنا نقول ما بقدر وشي وما بحط الكمامه بيفوت عن طريق الانف والخشم تبعت لي كيف بس انه اذا دقرنا الكمامه ما نخاف ما انه بنحط شويه من هذا نعمل هيك وخلص خلصنا وبعدين في صابون ومكان وفي مغاسل ومكان كل ساعه نغسل ايدينا تبعت شو بس ما نقدر وشنا اهم شيء هذا يعني هذا اذا عم ناكل بالشوك بالسكينه ما ينشغل بينا انه نلقطه نحن من التم صعب كثير بيفوت هو لجوا اذا اكلنا رح اقول لك وحكيت مع جامعه جون هوبكنز تبع الجي اي ديبارتمنت تبع شو قالوا لي عم بيصير عندهم مشاكل بس شو اللي عم بيصير عم بيفوت على عم نبلعه الفيروس بيفوت على الحمضيات الحمضيات بالمعده والحمضيات بتخلص على الفيروس هلا بدنا ننتبه الناس اللي عم ياخذوا ادويه ضد الحمضيات لحظه بدك لحظه لحظه هو ما بدك تحرق لي اياهم دكتور هو كثير مهمين بدنا نسمعهم على رواق يعني هالفيروس قديش سهل نقتله قديش سهل يقتلنا صح يسمع برافو عليك صح طيب خلينا نسمع خليك معي دكتور طلال لو سمحت بدي اسم انا وياك يعني والمشاهدين رح نسمع دكتوره ماري دومت اللي عملت دراسه وكثير يعني يا ريت تقدري قد ما فيك تشرحي للناس هي الطفرات الجينيه اول شيء نحن براود اكيد انه يكون عندنا هالدراسات عم تنعمل بلبنان وعم تنعمل بمراكز ابحاث ومع يعني شيء براءة اختراع شيء ابحاث شيء من عندنا من جهودنا بلبنان يكون شيء حلو وخليه يسمعها كمان دكتور طلال اذا بتعملي لنا بريفينج شوي عن هالدراسه اللي عملتيها واللي صار لكم شهور يعني الفريق اللي عم يعملها وكيف عم التطورات الجينيه كيف عم تتغير عند هيدا الفيروس تفضلي دكتوره بدايه نحن دغري بعد اول حاله بينت عنا بلبنان يعني بآخر شباط بلشنا جمعنا بعضنا نحن إكيب دكاترة باحثين علميين بلبنان وجربنا نلاقي قد ما فينا شو ممكن نلاقي طريقة علاج لأن نحن منعرف الفيروس ما له علاج يعني الأنتيبيوتيك بينفع البكتيريا ما بينفع الفيروس بشكل عام الفيروس ما له علاج إنما الطريقة يلي توصلنا لها أنا وزملائي كانت كتير فعلا جديدة ومبتكرة وفيها نوع من
يعني طريقة جديدة منهم متبعينها من قبل، بتعتمد على النانو تكنولوجي. فالعلاج هو عبارة ب يعني اول 14 يوم فتره الحضانه تبع الفيروس، اول ما يعني بننعدى قبل ما يفوت على من خلال الخلايا على الجسم، نحن بنعمل مثل خلينا نقول فخ كمين بروتين بشري شبيه بالبروتين اللي بيدخل من خلاله الفيروس على الجسم. نحن بنركبه مخبريا اكيد مع النانو تكنولوجي، فبيعلق الفيروس عليه. وهيدا بيكون بتم بعده قبل ما ينزل 14 يوم، حتى لو نزل حتى على لو نزل نعم. مهم قبل ما يدخل على الجسم. فهيدا التكتل بروتين البشري مع الفيروس مع النانو، بعدين نحن بنقدر نتخلص منهم وبنطلع هيدا الفيروس من الجسم. ففكرته فعلا كتير جديدة. في برا بدول برا بعض الدول توصلوا لشيء شبيه، انما منا فعلا الفكرة الدقيقة مثل اللي نحن توصلنا له. انا بتعجب، نحن طلعنا براءة الاختراع بفترة تقريبا ابريل اخر ابريل، تقريبا قلنا 8-9 شهور. طب لهلا ما حدا يعني ليل كتير يلي مدوا ايد ليدعمونا. اكيد نحن بنشكر دولة الرئيس السيد نبيه بري، جرب بمرحلة من المراحل انه يفتحوا لنا احدى المختبرات لنقدر نعمل نطبق هالتركيبة، لنقدر نعمل هالتجارب بالاول بالمختبر، بعدين على الحيوان، بعدين على شريحة من العالم. انما بتعرفي الاوضاع اللي عنا بلبنان ما كتير سمحت. وبعدين كمان من ضمن هيدا الجهود بشكر النائب السابق دكتور استاذ نعمه فريم، جرب كمان يدعمنا، وان شاء الله هيدا الدعم يؤدي لنتيجه مثمره. يعني هلا اذا بنقدر نحط الصوره رقم واحد، هي ما لها علاقه نحن بالعلاج او بالدراسه اللي عملناها. هذا احكي لنا عن صوره رقم واحد، ونحن رح تباعا يعني رح نفوت فيهم، لانه هيدي صوره كمان مهمه. لو سمحتوا شباب خلينا نشوف بس اول صورة قبل ما نرجع كمان نروح عند دكتور طلال ونستقبل كمان دكتور جوزيف الحلو. نعم. هيدي الصورة هيدي كمان تأكيدا على اللي ذكره دكتور طلال على الطفرات الجينية الميوتيشن يلي صاروا. بالأول منشوف نحن على شمال الشاشة دي 614، هيدا أسيد أميني أسيد أسبارتيك اسمه، مهم برقمه 614 موجود بالنتوئات سبايك بروتيين تبع الفيروس. أوكي، صار تعديل جليسين بهيدي النقطة. شو صار؟ النتوئات تبع السبايك بروتين يلي بيتفاعلوا هن مع الايس 2 بالخلايا البشرية صار يتكمش فيهم أكتر، فالعدوى له إذا بنشوف الفلاش الأحمر صارت الانفكشن له أقوى بكتير، صار يعدي اكثر. فاذا هيدا يعني الميوتيشن يتكاثر كثير، صار يتكمش بالخليه البشريه اكثر وبيقدر يعدي اكثر، الانفكشن قويت كثير عنده. وهيدي فينا نعملها اذا بدنا نقول ريفلكشن على الصوره رقم 3، كيف الارقام بلشت تعلى عنا بلبنان. هاي لنشوف ليش مزبوط هيك. طيب. بعدين بنعملها نحن كيف بلشت تعلى الارقام، لنشوف شو السبب لخلى الارقام تعلى بشكل جنوني. يعني بلشنا كنا بالاول بايار بحدود الالف حاله، يعني من بعد 3 اشهر كنا لحدود الالف حاله، فجاه بعد 3 اشهر تانيين بقيت صرنا 10,000، هلا بنوفمبر بعد 3 اشهر رح نوصل لل 100,000 حاله. شو السبب؟ مش الانتشار، في الميوتيشن لعبت دور كتير كبير، هالانفكشن صار يعدي بشكل اكبر بكتير، انما حديده المرض عم بتكون خفيفه اذا بنلاحظ. هيدي يعني اللي بدنا نحكي فيها. رح اسال عنا دكتور طلال، ورح بدي خليني اسمح لي كمان نرحب بدكتور جوزيف الحلو مدير العنايه الطبيه بوزاره الصحه العامه. مساء الخير دكتور جوزيف. مساء الخير، يسعد مساكي دكتور جوزيف. يعني نحن فتنا بموضوع هاي التطور لكورونا، ليش؟ لانه ليه عم بيصير هالقد عم يرجع يقوى. دكتور طلال كمان فسر انه بلش يصير عنده مناعة اكبر هالفيروس وعم يحصن حاله وعم ينتشر، وهيدا السبب اللي عم نشوفه هلا انه الاعداد عم ترجع تعلى. دكتور جوزيف، يعني نحن بلبنان عم تحكي، كانت عم بتقول دكتور ماري انه بلشنا نحن باعداد عالية كتير، ليش؟ شو هي الاسباب؟ لانه الفيروس صار اكثر عم بيكون عنده مناعة، صار عم يتكاثر اكثر
عم بيعدي صار على الانتشار. عم بيعمل انتشار اكبر، وعم نشوف انه يعني قديش عم يحصد ضحايا من الشباب. يعني هيدا كانت نحن كنا عم نقول انه الكبار بالعمر حجروهم او كرمالهم، بلشنا نشوف الشباب. امبارح الدكتوره اللي دكتور بالبقاع، وقبل كان في عم نشوف انه في بعمر بسن صغير بلشوا انه عم نشوفهم عم بيكونوا ضحايا هالفيروس. شو السبب دكتور قبل ما نحكي عن واقع طبعا المستشفيات؟ اول شيء كمان يسعد مساكي وللمشاهدين، بالنسبه لارتفاع الاعداد اللي صارت عندنا في لبنان كمان، انا بس هلا التطور الفيروس عم بيتطور بشكل سريع وعم ينتشر بشكل اسرع، بس انا بحب شدد على نقطه واحدة اذا بتريدي بتسمحي لي. بالنسبه لهالاعداد اللي زايده اللي عندنا كمان، ما فينا نحط بس الحق على الفيروس لحاله، في عدم التزام المواطن اللبناني، وعم بحكيها بكل صراحه. نحن عندنا من شباط لتموز كان عندنا في لبنان 3600 حاله، من وقت الانفجار ل 16 اب 4700 حاله ب 16 يوم من وراء الانفجار فقط. يعني باربع خمس اشهر انا عندي 3700، ب 15 يوم وراء الانفجار دوبلت. بهالانفجار اللي اجينا نحن اجينا مثل الضرب القاضيه، يعني كنا بمعدل مقبول نوعا ما، بوقت الانفجار زاد بشكل مرعب. بس اذا بتسمحي لي انا بهالمناسبه، انا بدي حيي الطواقم الطبيه في لبنان كلها. انا برمت كل المستشفيات وشفت الطواقم الطبيه كيف عم تشتغل، من الأطباء، من الجهاز التمريضي، من الصليب الأحمر، من القوات العسكرية اللي عم ينقلوا المرضى. الجهاز الطبي في لبنان عم بحكي بكل صراحة في الوقت الحالي يعاني، عم بحكيها بكل صراحة وشفافية، عم بيتعب تعبان. في عندي 2000 إصابة من الجهاز الطبي في لبنان بين أطباء وبين جهاز تمريضي. مشان هيك نحن وتمنينا وزارة الصحة ومعالي الوزير عدة مرات طلب إقفال البلد، يمكن مش 15 يوم يمكن شهر بس. ولجنة الصحة النيابية كمان طلبت، ونقابة الأطباء طلبت، حتى اليوم الصليب الأحمر الأمين العام كمان طلب. مشكورين الصليب الأحمر، صاروا عاملين لهلأ بحدود 7000 مساعدة نقل على المستشفى بسبب كوفيد-19، بس على المستشفيات، نقل على المستشفيات. يعني كل الجهات الطبية في لبنان عم تدعي إلى إقفال البلد، بس لنعطي الجهاز الطبي في لبنان نفس 15 يوم لالتقاط أنفاسه من أول وجديد. لعشان هلأ على الجهاز الطبي في لبنان بكل صراحة يعاني، في أطباء كتير عم بتهاجر، في جهاز تمريضي كتير كبير عم بيهاجر لبرا. نحن في لبنان بحاجة إلى 14,000 ممرض وممرضة في لبنان المسجلين بحدود 7,000، وفي ربعهم اليوم عم بيسافر لبرا عم بيهاجر، في منهم ما عم بيرفضوا يشتغلوا بأقسام الكورونا. يعني وضعنا الطبي منه سليم، والشعب في لبنان مع اعتذار الشديد ما التزم أبدا. في التزام 10%، البقايا كليتنا شفنا بالصيفية، الأعراس، الاجتماعات، الحفلات، بالمطاعم، بالنوادي، أنا شفتهم، أنا برمت وشفتهم أبرم على المناطق. اليوم كنت بمنطقة هي حمراء مسجلة على الخريطة حمراء، يعني المفروض تكون إقفال تام. ضلينا بالسيارة شي ربع ساعة، لقدرت قطعت 10 متورة. يعني بهال 15 يوم بعطي انا للجهاز الطبي، بعطي الجهاز الطبي يلتقط انفاسه، بخلي الارقام تنزل. 15 يوم اغلاق مع تنفيذ قرارات صارمه، ممنوع يخل بالقرارات. يعني اللي بخالف في حبس، اللي بخالف في قضاء، ممنوع. بده يكون صارم جدا على الوزارات المعنيه تنفيذ القرار بكل صرامه، ممنوع منعا باتا اي تهاون.
ساعتها بنروح على كرسي نفق مظلوم دخلنا فيه النفق من هلا. اذا ما منطبق ومنسكر فايتين بنفق رح نوصل لوقت، وبرجع بعتذر من الشعب اللبناني عم بحكي بكل صراحة، رح نوصل لوقت ما رح نفضل الشاب على الختيار بغرف العناية الفائقة مثل ما صار بإيطاليا. ما عندنا محلات بالمستشفيات بالوقت الحاضر يا محل إيطاليا، رح نوصل لوقت إيطاليا ماشي بالنسبة لنا. بالنسبة للمستشفيات إذا بدك اي هلا رح نقول عن موضوع المستشفيات بس هلا بنرجع بنقول عن موضوع المستشفيات. خليني بشكل قبل مختلف. نعم. ايه لا 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 بدنا نحكي بدنا نحكي منيح بموضوع المستشفيات، بس خليك معي دكتور جوزيف. دكتور طلال، هل الاقفال 15 يوم مجدي برايك؟ يعني نحجر الناس نخليهم ببيوتهم نعمل وليش الناس هالقد تراخت؟ لانه صار يعرف انه ممكن يجي الفيروس وما يعمل له شيء، يعني بطل هالبعبع اللي مخوفينه منه نحن من الاول انه بس تلقطه بدك تموت. لا، صارت الناس عم بتحس انه ممكن طلقت الفيروس وما تنصاب، وبعدين ليش الواحد هو حظه مع هالفيروس؟ يعني في شيء هيك مش عم نقدر نفهمه، كيف عم يقتل اوقات الشاب؟ اوقات الختيار بيصح منه، اوقات الشاب عم، ونحن كمان بالام بي ان يعني خسرنا احد الموظفين التلفزيون محمود رحال اللي يعني الرحمه لروحه، كمان خسرناه بكورونا وكان منيح وما كان بوشي ودهورت حالته وما قدروا يسيطروا على الفيروس، ليش عم بيصير هيك؟ اكيد اول شيء بس بدي هنيئ للدكتور ماري على الدراسه اللي عملتها، وعملوا نوع من هالدراسه بكندا، معناتها هيدا بروجي لازم يتابعوا. نمبر 2 كمان بدي هني الدكتور حلو، والشيء اللي عم بيقوله مزبوط 100%. انتبهت لك هلا الشيء اللي عم بيصير هو الشيء اللي عم بيصير وكمان العالم صار زهقاني، العالم صار تعباني، صار في تعب الوباء، تعب جسدي وتعب عقلي، ما بقى قاعدين يقعدوا بالبيوت. انتبهت لي كيف؟ وصاروا ما بقى عم ينتبهوا. هيدي غلط كبير، ومش بس بلبنان، عفوا تقلكم مش بس بلبنان، نحن بامريكا كان عندنا حوالي شيء 25,000 كيس، 25,000 شخص يوميا بامريكا. هلا 120,000 شخص عم بيعملوا دياجنوستس بامريكا، وعندنا فوق 1000 قتيل، 1200 قتيل يوميا بامريكا، باعظم بلد العالم من ناحيه الطب. تبعت لي كيف؟ الشيء اللي عم بيصير بلبنان عم بيصير بامريكا نفس الشيء. الاطباء عم بيتعبوا، الاطباء عم بيضربوا بالكورونا فيروس، الاطباء عم بيموتوا، الممرضات عم بينضربوا، في منهم عم بيموتوا كمان، يعني عم تطلع الفله براسنا نحن. المستشفيات الهيكل الطبي كله مضروب بالعالم كله. شوفي شو صار باوروبا، اوروبا خربانه، فرنسا، بلجيكا، بالمانيا الحال بالويل. عدم هلا سؤالك المضبوط، الشيء اللي عم انه في ناس بيقول لك طيب انا جاري صار معه اوكي وما صار له شيء، يعني على اسبوع دل قاعد بالبيت شي حاله. رح اقول لك ايه، لانه في ناس بالماضي تعرضوا لنوع الكورونا فيروس غير الكورونا فيروس. لحظه قطش صوتك دكتور، بليز عدلنا اياها، عدلنا اياها. ليش عم شوي عم بقطش الصوت؟ ايه عم بيعمل ايكو الصوت شوي، خليني اشوف، خليني علي هون. هلا سمعتيني منيح؟ ايه ممتاز، تفضل. هلا في ناس مثلا بيقول جاري صار معه كورونا فيروس وعمره شيء 65 سنه، قعد شيء 5-6 ايام بالبيت، جمع 10 ايام وصار صار معه شويه حراره ومش حاله، وهلا صار له شيء 14 يوم وظهر كله نورمال، ما صار معه شيء ابدا اطلاقا. بقى انا يمكن اقول ما بدي خاف منها هيدي، لانه هيدي مثل فلو خفيفه، خطا 100%. رح اقول لك ليه، ما هو التفسير؟ الناس بيصير معهم كورونا فيروس بيموتوا، في ناس بيصير معهم كورونا فيروس بيزمطوا. لا، هالاشخاص هدول اللي زمطوا بالماضي تعرضوا على نوع من كورونا فيروس وعملوا اجسام مضاده شبيهه لكورونا فيروس 19. ما حدا بيعرف شو عندنا بجسمنا. ما فينا ناخذ المخاطره، ما فينا ناخذ المخاطره نقول احنا بدنا ناخذ شانس مثل ما اخذ شانس الجار تبعنا. كل واحد الشان تبعه تبعت. وانا بقول لك الرئيس ترامب كمان مثل ما بتعرفي
تحسن بطريقه سريعه مظبوط. عده شروي استلم ديكزامتازون ريمديسيفير واخذ ريجينرال مونوكلونال انتي بوديز كوكتيل، بس انه بهالطريقه السريعه اللي تحسن فيها كان في عنده هو نوع من المناعه لانه كان متعرض لنوع من كورونا فايروس غير كورونا فايروس 19. بس ما فينا نحن نتكل على الشغله هيدي وما بنعرف مين ما عنده، يعني ما فينا نلعب نحن الرشا روليت، ما بنعرف مين بتطلع رصاصه براسه. بعد شو هلا شوفي مثلا كانوا عم بيعملوا استرازينيكا فاكسين بالبرازيل، شاب عمره 28 سنه كان عم بياخذ اللقاح الوهمي، انضرب الكورونا فايروس، صحته ممتازه 28 سنه، حط راسه توفى. الصغار بينضربوا، الصغار بيتوفوا، بتصير مشاكل، عم بيترك رسايب على مده طويله. حتى الناس اللي ما صار لهم، اللي ما توفوا وما صار لهم مشاكل كبيره، عم بيسيب رسايب المخ، التفكير البطيء، وجع العضلات، الارهاق اللي عندهم. فهذه شغله مش لعبه اطلاقا. انا بعتقد انه العالم كله بده يوقف، يعرف انه في عدو عم بيهجم على الكره الارضيه كلها، مش بس بلد ما لها علاقه بالسياسي. في عندنا عدو كامل على الكره الارضيه بده يخلص منا، على بده ينفي الكره الارضيه. نحن لازم ناخذ احتياطاتنا. الشيء اللي عم بيقول حلو مظبوط. هلا اذا قعدنا 15 يوم ورجعنا طلعنا على الـ على الـ على العاده القديمه، شو معناتها؟ لا عم نحط الكمامه ولا عم ننتبه، قلنا بعد جمعتين كل شيء نضرب، نرجع نضرب على جديد. بدنا نعمل، بدنا نقعد نحن بالبيت ولا بدنا نقعد محل؟ بعدين بدنا ننتبه وقت بدنا نطلع، مش ما نفكر اشغالنا. يا جماعه كلكم عندكم اشغال، عندكم مطاعم، عندكم محلات بيع، عندكم اوتيلات، عندكم محلات سيارات، بدنا نعمل مظبوط ولا لا؟ مش مصاري لعائلتكم ويمشي البلد. شو وقت تظهروا اهم شيء انتم مصدر حياتكم ومصدر الفلوس اللي تجيبوها على البيت لاولادكم لاشغالكم البلد تبعكم، هو اول شيء الكمامه. اذا حطينا الكمامه وانتبهنا بطريقه ملموسه، مش حطها اذا مر بوليس حطيناها راح البوليس بتشيلها. عم زابر مين؟ عم زابر حالنا، نحن عم زابر حالنا. وهذا الشيء صار بالولايات المتحده. عندنا نحن عده ولايات، عندنا 50 ولايه، وكل ولايه عندها الحاكم تبعها، المحافظ تبعها، الجفرنر تبعها. في ولايات لازم الكمامه بدها تنحط على طول، وفي ولايات ثانيه قالوا لا نحن ما الكمامه ما مهم كثير. والرئيس يعني هول 15 يوم مش لازم يكونوا عابرين انه نسكر ونسكر وخلصنا، لا بده يصير في ردع للناس، بده يكون في عقوبات، بده يكون في اجراءات صارمه جدا لحتى نفصل الناس عن بعضها. اللي فاهم هيدا الموضوع بيكون كثير منيح، اللي مش فاهم هيدا الموضوع بدنا نستعمل معه القوه، يعني او مش القوه، او خلينا نقول الامن بدنا نكون حاسمين معه. أنا دكتور مع الدكتور حلو، بس رح أقول لك أهم من العقوبات وأهم من الحبس تقول لك الحقيقة هو التوعية الشخصية. على التلفزيون لازم مرتين يا ثلاثة بالنهار يطلعوا دكاترة بيشتغلوا لوزارة الصحة بلبنان، وزارة الصحة عم تعمل شغل مظبوط، عم تعمل شغل فظيع. شوفي شو الدكتور حلو عم بيقول، بس يا عمي اسمعوا كلام وزارة الصحة، اسمعوا كلام ارشادات بلدكم، اذا سمعت كلامهم بيمشي حالكم. هلا في ناس بيقولوا لي طيب يا عمي انت قاعد عم بتقلي وانا شغلي مفلس، ما نحن عم نساعدك ترجع على شغلك يا حبيبي. يا ستنا نحن عم نساعدك ترجع تبيق الازياء تبعولك بالشوب تبعي، نحن عم نعمل مصلحه نفسكم انتم. اذا لا رح يشيل السقول، ما رح نخلص منا العمليه ابدا. الاشغال عم بسكروا امريكا عم بسكروا. هلا رح يقول لنا دكتور جوزيف عن موضوع البي سي ار، اذا عم تحكي هيك انه اللي بيكون عنده هو قادر يتغلب على الكورونا. هلا ما بقى نحكي عن اعمار لانه بلشنا نفوت باعمار بخليط للاعمار ولو بنسب قليله، عم تحكي عن المناعه. ليش ما لكن كل واحد بيروح بيفحص الانتيجين تبعوله بدل ما يعمل بي سي ار على العوارض، لانه ما بيعرف ايمتى بيكون عنده عوارض وايمتى لا، بنعمل الانتيجين. والانتيجين بعدين حتى ليه ما في دراسات بعد اثبتت قديش بتكفي مناعتك ضد الفيروس اذا كنت لقطته؟ يعني 6 شهور ولا سنه؟ لانه في ناس انصابت ورجعت انصابت مره ثانيه. ليكي عمليه انه واحد انصاب بالكورونا فيروس ورجع انصاب، في عدد معين من الناس صارت معهم. انا استاذ المناعه وصار لي 25 سنه عاملين دراسات وعم نعلم المناعه للدكاتره وكذا. رح اقول لك شغله، اذا واحد صار معه كورونا فيروس
خلص صار عنده مناعة ضد الكورونا فيروس. هلا شو بيصير بالجسم؟ مثل ما بتعرفي بيطلعوا أجسام مضادة، هون عندك أجسام مضادة طلعت، شفت بالأحمر؟ هدول أجسام مضادة. هلا بعد مدة اختفوا من الدم. اوه معناتها انا هلا بقدر ارجع القط الكورونا فيروس بعد ما القطه؟ لا، رح اقول لك ليه. لان في عندك الخلايا المفاويه، الخلايا التي ليمفوسايتس اللي عندهم ذاكره ميموري سيلز، اذا رجع فيت معناتها الانتي بوديز الاجسام المضاده ما بقى لها قيمه كثير تبعت الايكيب، هي بتروح بعد 3 4 اشهر. اذا رجع فيت الفيروس وما عندي انا اجسام مضاده بجسمي، الخلايا المفاويه التي سيلز الميموري سيلز عندها ذاكره بترجع بتمشي ال شو اسمه جهاز المناعه وبتمنع انه يصير معي الكورونا فيروس. هلا باعتبار عم بيتطور وعم بيتغير الكورونا فيروس مثل ما تفضلت الدكتوره ماري، ما بدنا ياخذ مخاطره. اذا انا صار معي كورونا ما بدي اروح ارقص وروح واجي وكذا وكذا، لا بدي ضل ياخذ احتياطاتي. لا صاروا لسه عم بده يروحوا يلقطوه، صاروا عم بيقولوا خلينا نلقطه انه بدنا نعمل انتي بادي عليه. لا خليني اجاوبهم يا اختي، خليني اعطيكم جواب واحد ونسكر نسكر الجدال على الاخر. عملوها بالسويد، السويد شو قالت؟ وانا حكيت معهم كانوا بالوورد بانك، حكينا معهم قالوا نحن عندنا ابيديميولوجي احنا بالسويد احسن من امريكا. يا عمي شو انتم؟ قال ايه نحن رح نفتح المدارس ورح نعمل الهيرد اميونيتي مناعه القطيع ورح ننزل العالم. عملوها، شوفي شو صار. شي فتحوا المدارس، نزلوا الاولاد على المدارس، 64% من الاساتذه انضربوا بالكورونا فيروس، في منهم ماتوا، في الاولاد اللي نزلوا على المدرسه جابوا الكورونا فيروس على البيت، عطوا للام والبي، والام والبي عطوا للجد والجده، صاروا يموتوا. اكبر عدد اموات صارت بالنسبه للبوبوليشن هي بالسويد. السويديه ممنوع يروحوا على اي بلد باوروبا بالوقت الحاضر. هذا كان فشل كامل، ملايين من الناس يعني توفوا وماتوا، وهذا غلط كبير ابدا، واحد ما يعملها اطلاقا اطلاقا. مناعه القطيع بتصير بالفاكسين، وقت بيطلع اللقاح هو بيعطي بدل هلا تنامل مناعه القطيع من دون اللقاح. عملنا شفنا دراسه، عملنا موديل الفاكسين بده يموت حوالي شيء 45 مليون شخص بالعالم كله. نحن عندنا هلا قد ايه؟ مليون دخلك انت بتعرفي اكثر مني، مليون وربع من الناس ميتين. بدنا نعمل 40 مليون يموتوا تنعمل اعوذ بالله، شو الحكي هذا؟ اوعوا تفكروا هيك، رجعوا على السويد. مناعه القطيع يعني ابدا فاشله جدا، هيدي بالعكس رح تحصد اكثر ارواح. والدكاتره بيعرفوا مناعه القطيع فشلت بالماضي بكل الفيروسات، ما في فيروس الا فشل، ما في بالطب ما في. انجلترا يعني اول شيء بلشت فيها ورجعت دغري تراجعت، عملت شوك يعني. هذا الدكتور اللي مع ترامب، دكتور سكوت اتلاس اللي اجى مع الدكتور ترامب، اخذ شوي محل فاوشي اذا بدك تبعتي. هذا دكتور شاطر جدا مخصص بالنيورو راديولوجي، بيقرا صور تبعتي. شو صار بقى يتفلسف هو؟ قال ايه بدنا نعمل نحن مناعه القطيع، العالم بدها تنزل وكذا. صارت عمليه سياسيه وكلها غلطه، وانا بقول لك هذه بتكون كلفته كمان قطعه من الالكشن. طيب دكتور تلال، في سؤال من دكتور ميري لألك، بس انا قبل بدي اسمحي لي مع دكتور جوزيف. بالعنايه الطبيه يعني الاي سي يو، الحالات اللي عم بتفوت دكتور على الاي سي يو، اول شيء كلها يعني في ناس عم تزمط، معلش يعني سوري على هالتعبير، في ناس عم تزمط منا وعم ترجع تطلع، لانه مجرد ما نحس انه عم بفوت المريض الكورونا على الريسبيريتور يعني راح، ما بقى في عنا، ما عنده بقى ولا امل انه يرجع يزمط. وقديش بعد في عنا اسره تقدر تستوعب الناس اللي عم بفوتوا على الريسبيريتور؟ قديش اعمارهم؟ انا عم بسالك اياهم مع بعضهم لانه في ديلي بيني وبينك، بتجاوبني اياهم سوا. طيب بدي اول شيء اتشكره للدكتور على المعلومات اللي عم بيعطينا اياها، وبدي زيد انا شغله بكل التنبيهات. نحن معالي وزير الصحه عده مرات، يعني بدي اقول ميات المرات طلع على الاعلام وحكي، وانا حكيت عده مرات على الاعلام عم ننبه الشعب. انا اذا العمر الصغير عم بيلقط فيروس كورونا وعم بيزمط مثل ما حضرتك تفضلتي وعم بيزمطوا، عاد يزمط كتر خير ربنا، بس المصيبه انه عم بيعدي اللي بحبهم. انا عم بجيب الكوفيد 19 لاهلي ولا الكبار بالعمر اللي عائلتي واللي بحبهم وبحبوني، هون الموضوع الاخطر. مش الاخطر انه انا القط وصح، الشباب بصحوا عم بصحوا كلهم، وفي بعض
المرضى اللي عم بفوتوا على الاي سي يو اكيد في حالات شفاء كثيره عنا عم بتصير في لبنان، بس بالنسبه للاي سي يو واللي عم بيتطور عنده المرض واللي عم بيموت لا سمح الله، في شيء عنده بجسمه بكون منهم في عندهم امراض مستعصيه، امراض مزمنه، امراض عم الكورونا عم بيساعدهم زياده، عم بيأذيهم زياده لحتى يتوفوا، عم يتوفوا بسرعه، عم بيقتلهم مثل ما قال الدكتور اتلا. هودي عم بموتوا بين جراء الامراض الثانيه اللي عندهم اياها. بس بالنسبه لنا كوزاره الصحه يا ريت العالم عم تسمع نحن شو عم نقول. عم برجع نبه العالم للمره المليون، يعني رح نوصل لوقت عم نترجاها للعالم انه اعملوا معروف ما تروحوا. مين بلبنان هلا بالصيفيه بس حدا يقول لي كم عرس صار؟ الاف الاعراس، ما في حفله بمطعم الا ملاني، كل سبت واحد بيبعثوا لنا صور بنشوف الصور عن جد بتبكي انه نحن عم نركض ليل نهار لنأمن مكان واحد بالعنايه الفائقه لمريض، بغير مطرح العالم عم ترقص والعالم عم تغني، نحن كمان جاي عبينا نرقص ونغني، بس بهالوقت ممنوع. يمكن مثل ما تفضل الدكتور انه صارت الحاله النفسيه عند العالم شوي صعبه، إيه شو المشكله؟ المشكله عند كل العالم، ما عندنا بلبنان بس، بالكره الارضيه كلها. عندي عدو ماني شايفه، عم بحارب شيء ماني شايفه، بوجهي عدو مبهم. عم نعرف الاشياء كلها جديده اللي عم بيعرفوها عن الكوفيد 19، هلا عم بيتطور بسرعه. نحن في لبنان مثل ما تفضلتي حضرتك، اذا تسكرت ال 15 يوم وبعد ال 15 يوم رجعت الحاله الطبيعيه مثل ما هلا عايشين، عوضناك البركه، كان ما عملنا شيء، فتنا بالتونيل، ما في غير ربنا بخلصنا وما ما بضل حدا يخبر. انا قلتها ب 26 اذار. 15 يوم وشو بعدين؟ 15 يوم 15 يوم 15 يوم تطبيق فعلي، بعدين بيفتحوا تدريجيا مع تطبيق نظام قضائي وكثير قانوني بده يتطبق بشكل، يعني بدكم الاجهزه الامنيه دكتور، يعني فوق الطبيعه صارم من الاخر، يعني بدكم الاجهزه الامنيه والبلديه كل وزاره تعمل شغلها، وزاره الداخليه بشكل 100% على الارض، من وزاره الداخليه للبلديات كلهم، وزاره الداخليه بين سندين وزاره السياحه بين الحاله المعيشيه شو لا. يعني عم نسمع وزير الداخلية اكثر من مره لا. عم بيقول انه انا خليني بدي اعمل بين هو اثنين وما عنده كمان العديد الكافي. لحظه راح اذا بدك راح اقولها اختصرها بجمله، من الجوع ما حدا راح يموت، ما مره في لبنان حدا مات من الجوع، بس راح نوصل وقت نوصل عباب المستشفى موت عباب المستشفى، ما راح الاقي حكيم يحكمني، ما راح الاقي مطرح بقلب المستشفى. طيب دكتور بس سؤال صغير، نحن بالمجتمع الشرقي كمان الشعب ينتبه له. اي نعم. سؤال صغير بس دكتور لإلك، بس خليني مرقها هيدي اعملي معروف. المريض عم بفوت، في منهم ما عندهم امراض مزمنة، المريض عم بفوت على المستشفى، ما حدا عم بكون معه، ما حدا عم بطلع، ما حدا بيشوفه كله على التليفون، بس يتوفى ما حدا رح يكون معه بالدفن، ما حدا رح يودعه. يعني ما تخلونا نوصل لهون، حرام. كله بايدنا، من الجوع ما حدا رح يموت. طيب. كل واحد بيقدر يقسمه وخيه اللقمه، بيقسمه وولاده، بس من المستشفى من المرأة اذا ما لقى محل، ختيار عندي حدا قرايبه بحبه واخذه على المستشفى وما في محل، رح يموت على باب المستشفى، لعشان ما في محل بالمستشفى. ما في طبيب يحكمه. عندي مستشفى يعني على جمعة الماضي ثلاث أطباء بالعناية الفائقة، ثلاثة مرضوا. يعني نحن هلا أمام، ما عندنا خيارات، نحن أمام خلص قرار الإقفال، لوك داون، يعني هيدا هو هلا، لأنه ما في ما في خيار، يعني كل ما في عندنا خيارات. طيب كل خليك معي دكتور جوزيف لو سمحت، في لبنان هلا عم يدعي للإقفال. لا طيب دكتورة ميري، بس تريدي بس يملي، ليش الشعب اللبناني، هاللبناني اللي بفل لبرا بيمشي بالقانون، برات المطار بيمشي بالقانون مليون بالمية، ما بشيل الكمامة وبيلتزم، عنا بلبنان بده يعيش بفوضى، شو السبب؟
كل العالم هلا عم تركض وبدل لا حتى هلا بالعالم يمكن في ناس كثير عاشت بفوضى بموضوع كورونا دكتور. طيب خلينا بس لانه هلا بلش وقت كلهم بيربدوا يشتروا الكورونا الفاكسان الفاكسان بس هذا هو الفاكسان بدنا نفوت على الفاكسان الكورونا احمي حالك خليني بعد عندي موضوع الفاكسان ايش يلا لحظه دكتوره ميري تفضلي الدكتور نسوري بدي تسالك سؤال دكتوره ميري قبل ما فوت انا معك بالفاكسان اللي عم تحكي عن قلت انه في زفيت خبر انه في لقاحين فعالين ضد كورونا بطريقهما لمتناول كل الناس شو هني وبعدين العلاج كمان فرد مره لحتى نحكي بالعلاج هلا عم نسمع بريمديزيفير الايدروكسيكلوروكين والزيتروماكس بعدهم هولي هن العلاجات اللي هن بنصح فيهم الكورونا ولانسان عادي عم يتوقع من كورونا بلشنا نعرف انه بده ياخذ زنك وفيتامين سي وفيتامين دي لحتى يقدر يحصن هالخلايا هالجلوبول بلون اللي هن بدهم الجيش اللي بده يقاتل ضد هالفيروس هولي هولي بدك تجاوبني عليهم بس قبل اسمع سؤال دكتوره ماري دومت وايضا لك كمان دكتور جوزيف عنده لها سؤال تفضلي دكتور نصوري بشكرك اكيد على المعلومات القيمه يعني رائعين انا تحديدا كنت من فتره عم بقرا منشور علمي عن الكورونا فيروس وتاثيره على الميموري سيل كانت كتير دقيقة لأنه عم بيعتبروا أنه عم بيأثر على الميموري سيل وعلى الخلايا اللنفوية فمجرد ما عم بيأثر على الميموري سيل على الذاكرة فتلقائيا هيدا الأنتيكور في حال رجع انصاب ما بيرجع يتذكر هيدا دليل أنه عم بيرجعوا ينصابوا بالكورونا فيروس والهيرد إميونيتي أكيد ما بتنفع فما بعرف قدي دقيقة خبرية أنه الكوفيد 19 الكورونا فيروس بيأثر على الميموري سيل سؤال ممتاز معك حق يعني ما في دراسات واضحة فرجت انه عم بيأثر عليهم الشيء اللي عم نشوفه انه في ناس تعرضوا على الكورونا فيروس بعد ما صار معه الكورونا فيروس وما عاد صار معهم الكورونا فيروس اللي كان بينه ما كان في اشياء مضادة ورجعوا بينوا اشياء مضادة بالجسم هذه through the T lymphocytes يعني تبعت الكيف بس هذه نحن الناس اللي رجعوا مرضوا الناس اللي رجعوا مرضوا بعد ما صار معهم الكورونا فيروس عدد صغير جدا من الناس بس اكيد بعد دراسات بدها تنعمل هلا الشغله اللي بدي دكتور جوزيف معه ويا ريت كل اللبنانيين بيسمعوا وبيمشوا على الشيء اللي عم بيقولوا هم تبع حتى لو في محل يا اختي حتى حطينا مليون دولار وفتنا على مستشفى وانا عندي مستشفى الي مثلا اوكي ما بقدر تنزل ما في منها الادويه المضبوطه ما في ادويه بتشفى ما في كذا اولا وثانيا حتى لو عندي التنفس الاصطناعي انتبهت لي كيف اللي بيفوت على التنفس الاصطناعي 80% بدهم يموتوا بامريكا باوروبا بكل بلدان ما فينا نوقف الحاله هاي اهم شيء نحن انه ما نمرض من ناحيه الادويه هيدروكسيكلوروكوين كومبليتلي اوت كلام 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 فارغ وزيرو كل الدراسات اللي طلعت تشديدي انه ما بيشتغل بيشتغل بلابراتوار بيشتغل بلابراتوار ما بيشتغل بني ادم دبل بلايند بلاسيبو راندومايز ستادي فرجو هذا ما يستعمل عندنا رينديسيفير عندنا الدكزاميتازون وعندنا الكلوكسونال انتي بوديز الازيتروميسين هو بيشتغل للناس اللي عنده مثلا المناعه يعمل السيتوكاين ستور الاصفه المناعيه تبعت الكيف بعدين فينا نستعمل انتي ايل 6 هذول فينا نستعمله كمان وبتساعده بس ما في انه واحد يقول انا اذا مرضت بروح على المستشفى والمستشفى بعرف دكاتره اصحابي ابدا صفر اطلاقا ما في عندنا حتى الريمدي سيفير بيشتغل بطريقه بطيئه صغيره انتبهت لي كيف هلا دراسه جديده اللي طلعت الاسبرين ما بدي اجيب تكه وحده مهمه الاثنين عم ياخذوا اسبرين عملوا دراسه University of Maryland جامعه ميريلاند ما انا عم بقولها في ناس سمعوها بتكلم عن اختراعها انا نحن بنعمل دراسات عليها ومش بتطلع عملوا دراسه University جامعه ميريلاند بالولايات المتحده فرجوا على 500 مريض انه صار معهم كورونا فيروس واسبرين 21 ملي جرام اسبرين 21 ملي جرام اي نوع من الاسبرين ما بده يكون امريكاني اي اسبرين بياخذ بخفض 50% من على الثنائي الفائقه بينزل 50% على التنفس الاصطناعي وبينزل 50% على نسبه الوفاه الاسبرين اللي حق 10 قروش فالعالم بدها تنتبه والعالم اللي عم تنظروا اكثر شيء هل الناس اللي معهم سكر الناس اللي معهم ضغط
سيجارة معه سي او بي دي، هدول الدكتور جوزيف قال عنهم اللي عندهم لونج تيرم تبعت الليك. العمليه مش هي، بيقول انه كل الشباب بيطلعوا حالتهم منيحه. عندنا شباب كثير ماتوا بالمستشفى عندنا بجورجيا باعظم الات باعظم ادويه. بدنا ما فينا الكمام تتخطى. حطوا ميكي ماوس، حطوا ميني ماوس، حطوا شيء بدكم، الاغاني بدكم بطريقه مضبوطه. هيدي منا يعني بعد ما نخلص 15 يوم باي بلد بامريكا بدنا ناخذ الارشادات ماشي بنرجع يرجع يطلع دكتور. عم يسألوا قديش قوة الفيروس لازم تكون حتى يعدي، يعني هو عم بيكون قديش بيكون بيقولوا تحت العشرين فوق العشرين، يعني قديش بده يكون قوته لحتى يقدر يعدي؟ ليش في حدا بيكون قاعد حدك لازق فيك عنده كورونا ما بيعديك، وفي حدا بيكون بعيد عنك مترين وبيعديك؟ لا ما دخل ايه حسب اللود. في ناس عندهم لود قوي كثير، في ناس عندهم، خليني اعطيك اكزامبل صغير، في ناس بيصير معهم الكورونا فيروس وبال يعني قبل ما يصير معهم عوارض تبعت اللي كيف بيكون الكورونا فيروس موجود عندهم، وعندهم مثلا 3 مليون بنقطه 3 مليون فيروس كولوني فيروس بربع نقطه المخاطي اللي بالانف، وفي ناس ما عندهم 3 مليون عندهم 40 مليون بيعدوا اكثر حسب الناس حسب كل واحد بنيته شو عنده انتبهت لي. بس بدكم تعتبروا كل الناس غير من داركم مضروبين بالكورونا فيروس، كل الناس اللي عندكم اللي عم تشوفون الى ان تثبت البراءه. ايه كله متهم الى ان تثبت براءته، صح؟ ما فينا نقول انه هذا الشاب راح عمل رياضه الصبح وركض 25 كيلومتر على الرمل البيضاء وبدنا نتعشى معه وبيكون مضروب بالكورونا فيروس بالحضانه. هيدي اللي عم بتصير، هيدي اللي عم بامريكا باوروبا، ما هيدي اللي عم بتصير. العالم ما بيشوفوه تبعتي شو بدنا، ما في بدنا ناخذ نحن احتياطاتنا، بدنا نحط الكمامه ونترك الديستنس تبعنا وبين الشخص والثاني تبعتي شو هيدي شغله. هلا الناس تبي بدي يخلص بليز. الناس اللي معهم حساسيه على الاسبرين ما بيقدروا ياخذوها، بدهم يراجعوا الطبيب تبعهم. الناس اللي عم ياخذوا بس انت عم بتقول لنا شغله كثير يعني هلا هيك ما بعرف انه عم بتقول لنا انه الاسبرين صار منيح ضد الكورونا، هلا الناس بتركض على الاسبرين. ما بعرف هذه الدراسه طلعت وطبعت مع الحاتك هو بيعمل الانستيزيا بيعمل طبيعه عم فرجيك الدراسه يعني. والكوفيد 19 من عوارضه تجلط الدم 50% بينزل تبعتي شو. بس اللي عنده حساسيه على اسبرين ما ياخذها، اللي عم بياخذ ادويه بتبيع الدم مثل بريانتا كلافكس عم ياخذ الكويس عم ياخذ زاريلتو بده يراجع الطبيب تبعه، ما تاخذوا كلام حدا، راجعوا الطبيب تبعكم. بس ارشادات وزاره الصحه باي بلد اللي كان بامريكا بايطاليا بلبنان وين ما بدكم واللي عم يتبعوا دبليو اتش او اكيد ايه وهم دبليو اتش او ما كل بلد عنده جماعه تبعوله. ونحن اسم الله لبنان يعني شوف الدكتوره ميري شو عامله والدكتور جوزيف عم بيعطي لا نحن عايزين حتى نعطي اكثر انه كمان بالتنسيق مع الدبليو اتش او يعني مش انه بالعكس في منظمه عالميه ولو انه كان في اخطاء بمكان ما. طيب انا بدي بعد عندي اسئله لك بس دكتوره ماري بدها تسال دكتور جوزيف قبل هيك سؤال عابر دكتور اذا بالكبيات والصحون لانه صرنا كثير هلا رجعنا على نفس السرسبه عم تحكي نعزل الوجه. طب الكبايه والملعقه هول بيعدوا؟ سوري عم تسأليني انا ولا دكتور؟ ايه عم بسألك دكتور رسولي سؤال عابر هيدا هيك. لا اكيد لا ما نخاف ما نخاف من الكبايه، ما بدنا نخاف كثير من الكبايه، ما بنخاف من الكبايه. خلص نحن عم نحكي انه صرنا هيك ديريكت على التم ديريكت على الانف من حدا مصاب من تمه مباشره لتمنا. مضبوط لانه نحن اكثر شيء اللي عم يصير فيه عم يفوت بالجهاز التنفسي وعم يفوت من الجهاز التنفسي على الجسم وعم بيعمل بالجسم بكل الجسم عم بيعمل جلطات. مشان هيك الاسبرين بيشتغل اول شيء ذكرنا بيضرب بس الريات، فهمت علي كيف؟ بعدين صار يضرب المخ يضرب الكلاوي ما بقى نفهم شو عم بيصير فيه. ما هذا هذا فيروس شيطاني. انا من جانوري كنت باوروبا جانوري عملوا لي انترفيو فبراير قلت لهم هذا فيروس شيطاني. وكنا مع وزير الصحه عم نحكي على الام تي في عملوا لي انترفيو من السياره كنت بالسياره كنت بلندن عم نحكي مع الطبيبين بيعمل جلطات بكل الجسم. مشان هيك الاسبرين بيعمل بريفنشن بتخفف 50% لانه بيعمل سيالين اصلا الاسبرين. اوكي دكتوره ماري تعليقك بليز على يعني ما بعرف اذا قديش يعني حسيتك كثير
هيك مبسوطه كثير باللي عم تسمعيه من دكتور نسوري، لانه انت البحث العلمي هو تحديدا يعني قال كل شيء كمان انا حابه اني اقوله، وانا بحب ارجع تاني على كل شيء، على كل الدراسات الاب تو ديت، يعني اخر دراسات عم بيعطينا اياها دكتور نسوري بشكل كثير رائع. وبتمنى انا ما بدنا نقول الاسبرين، يعني قال شغله دكتور طلال انه العالم هلا بنقول لهم اسبرين بيركضوا بينقطع الدواء من ال، ما هيدا انا عشان هيك هيدي مشكله كلهم. يعني ما فينا نقول لهم كلمة، أنا أحيانا بفكر قبل ما أقول لأنهم ما عم بيقدروا أبعاد الأشياء. ورجع قال أنه على موضوع لازم كل شيء على الدكتور، لأنه بمل كل شيء له إفي سكوندير، من النهاية ما فينا ناخد أدوية. ما هيدا مثل كل الإجراءات، مننبه العالم مع أنه مننبههم ترجع بتلاقيهم مبادرات فردية بيروحوا بيشتروا الدواء. هيدا الشيء عن جد مشكلة عنا بلبنان. شو بدك أنا لو بدي فوت على بريك مطر عليه، شو بدك تسألي دكتور جوزيف؟ كتير حب أعرف من دكتور جوزيف، حلو كونه أكيد بوزارة الصحة، نحن مجرد ما كمان عرضنا نحن براءة الاختراع وفكرة هيدا العلاج، يعني كنت بتمنى نحن شو يعني المشاكل أو الأشياء يعني لنقدر نتعاون لنقدر نطبقها، يعني هاي الفكرة بين إيدينا، عنا مشكلة بنرتاح منها بلبنان. يعني نحن 8 اشهر كنا قدرنا عملنا تركيبة هيدا الدواء وجربنا، وهلا يمكن كنا عم نطبق، يعني كنا ارتحنا من هالمية ألف حالة يلي من الكورونا فيروس يلي انصابوا بلبنان. ما بعرف شو العوائق اللي كانت، أكيد مشكورين وزارة الصحة على كل الجهود اللي عم بيقوموا فيها، إنما هيدي كمان من الحلول اللي كان لازم تنعطى شوي، يعني هيك تتاخد بعين هيدا الميلونج اللي أنتوا اقترحتوه العلاج بشكل عام، يعني كعلاج بشكل عام كانوا ياريت كان بتمنى يكون في تعاون أكتر أو هيك ياخدونا شوي هو بيست أون شو؟ يعني هي هيومن بروتين اكيد تركيبه معينه ونانو بارتيكل. اوكي دكتور جوزيف. بالنسبه للدواء هلا الدكتور عم بيقول الاسبرين والعالم بدها تركض، هلا كل الدراسات هذه بعدها بالعالم عم تندرس وعم بينعمل عنا دراسات، بعد ما في شيء لهلا شيء مؤكد. بس بالنسبة لنا نحن كوزارة الصحة كلكم تتذكروا أول 3-4 أشهر أخذنا تنويه من منظمة الصحة العالمية من كل دول العالم على الإجراءات اللي عملناها وعلى النتائج اللي وصلنا لها وعلى العالم كيف التزمت. ليش ما بترجع العالم مثل شباط وأدار كيف كانت فزعانة وقاعدة ببيوتها ما حدا يفتح بابه ما حدا يستقبل حدا؟ بهاي المرحلة هيك بدهم يرجعوا، إذا ما رجعوا بهالمرحلة هيك رح نوصل لكعر الهاوية لتحت ما حدا رح يشيلنا فينا. ما هي كمان فتحة المطار بس بالنسبة فتحة المطار أثرت كمان، كمان فتحة المطار عندك ما فيك جديدة أثرت فتحة المطار، لا ما فيك تتركي الشعب اللبناني كمان برا اللي حابب يرجع على بلده، هذه كمان شق كان شق سيف ذو حدين، ما فيك تتركيهم برا. نحن بالنهاية معالي وزير الصحة جاهز ليتعاون بكل الدراسات، في عنا لجنة علمية بوزارة الصحة بترأسها معالي الوزير، فيك تعرضي مشروعك على اللجنة العلمية وشو بتقرر اللجنة العلمية فيها دكاترة وبروفيسورية من كل جامعات لبنان ومن كل المستشفيات. انما ما قدرنا نرجع نعرضه تاني مرة، ما كنا نقدر، يعني انا ما فيني جاوب عن معالي الوزير شو عرضته شو موعد. انا بعطيك الموعد ما عندي مشكله، انا بكره الصبح بعطيك الموعد، عندي ما انا مشكله ابدا مع الوزير فتح بابه للعالم كله. يعني هيك بحث دكتور ومن عنا بلبنان انه حلو نعطيه فرصه لنشوف، خاصه انه هو بحث علمي يعني بيسوى انه اكيد ما عم بقول لك يتاخد اكيد بده ينعرض على اللجنه العلميه. اللجنه العلميه هي اللي بدها تعطي رايها، يعني في عدة دكاترة بيدرسوا الموضوع وبيعطوا رأيهم اللجنة العلمية. بس أنا إذا بتسمحي لي بدي أعطي فكرة صغيرة بس عن المستشفيات. أنا عندي 32 مستشفى حكومي في لبنان، دكتور هارون كمان لو سمحتوا كمان والمستشفيات الخاصة في لبنان مع الأسف مش كلها اشتركت، عندي كان 16-17 مستشفى اللي عملوا اقسام للكورونا، هلا شوي شدوا العزيمه
وعم بيجهزوا الاقسام، يعني لو امبارح جهزناها احسن من اليوم واليوم احسن من بكره. عم نفتتح اقسام جديده بمستشفيات خاصه، صدقيني عم نفتتح القسم اليوم خلال 24 ساعة بكون ملان، ما عم نقدر نلاقي محل بالأقسام الجديدة اللي عم تنفتح دغري. يعني عندنا أربع خمس مستشفيات بالبقاع فتحوا أقسام جديدة بظرف 24 ساعة، كانوا ملانين فل، ما عم نلاقي ولا محل. بدي وجه عبر إذا بتسمحي لي كمان عبر إذاعتك الكريمة لكل الصناديق الضامنة في لبنان ما عدا الجيش، الجيش عامل كول سنتر مثل ما عاملين نحن بوزارة الصحة، إذا بيريدوا كل صندوق ضامن يعمل كول سنتر لمرضى المضمونين عنده لنتساعد كليتنا سوا على دخول المرضى للمستشفيات. حرام تضل العالم مش عارفة شو بدها تعمل، كل جهة ضامنة كول سنتر، المريض بتلفن للكول سنتر مثل اللي عندنا نحن على 01832700 عم بتلف المواطن عم نساعده. لمريض وزارة الصحة ومريض ضمان مريض تعاون كلهم عم نساعدهم، بس نحن عم نناشد الصناديق الضامنة يعملوا كول سنتر لنقدر نتساعد كلنا سوا بدخول وخروج المرضى ونقدر نأمن لهم أماكن. في أوقات عم باخذ مريض أنا من الشمال عم طلعه على الجنوب على النبطية على مستشفى الحكومة، أوقات من بيروت للبقاع للهرمل، ما عندي اماكن شاغره بالاي سي يو ابدا، بالاي سي يو العنايه الفائقه ما عندي ابدا، عم نتعذب. يعني بس رح مرق مساج بعتت لي احدى المريضات بالليل الساعه 11 مساج بتكتب لي بترجاك ما بدي موت قدامي اولادي، خدني موت وين ما كان بحي الله لو بطوارئ مستشفى بس ما بدي موت قدامي اولادي. يعني شو ما بعرف، يعني تصوري لوين وصلت الشغله عن جد. العالم يعني عم نحكي ليل نهار، بعد عالم لهلا بتسالك اذا في كورونا ولا لا، عم تضحكوا علينا ولا لا. سليمان هارون نائب اصحاب المستشفيات بلبنان، يعني دكتور جوزيف، دكتور نسولي، دكتور اميري، خلينا نسمع سوا. طبعا احنا سمع يعني كان عقلنا كثير، تعاوننا كثير اعلاميا معك استاذ سليمان هارون بموضوع المستشفيات، ولكن اليوم موضوعنا محدد 15 يوم لشو بيفيدوكم كمستشفيات؟ يعني قديش بتعولوا على الاقفال 15 يوم؟ والسؤال الثاني، في مرضى عم بيفوتوا استاذ هارون عم بيكونوا مش بالكورونا وعم بتكون حالتهم كثير يعني طارئه، عم تطلبوا منه بي سي ار فعم بتزيد حالتهم، في منهم عم بيموتوا قبل ما يقدروا يروحوا يعملوا بي سي ار ويجوا، ليش هالقد صار هيدا الشرط؟ كيف بتقدروا تسيسروه بشكل اسرع او هيك يعني نسيسر امور العالم اكثر؟ اولا بالنسبه للتسكير لمده 15 يوم ما بعرف للحقيقه اذا هيدي المده كافيه، ويمكن لازم يكون اكثر من 15 يوم لحتى بالفعل نقدر نلتقط انفاسنا ولحتى تخف نسبه الاصابات. يعني هلا نحن بالمختبرات شو صار عندك؟ اعطينا ارقام. نعم اي شو صار عندك؟ اعطينا ارقام استاذ هارون. المختبرات اللي عم تعمل فحوصات بي سي ار عم بيطلع المعدل تبع الاصابات بحدود 10%، وهذا رقم عالي كثير كثير، 10% ما عدا يلي مش عم بيعملوا فحوصات، يعني هذا الرقم بده ينضرب ب 2 3 4 ما بعرف قديش، الله اعلم. وبالتالي يعني انا بشك انه مده 15 يوم فقط تكون كافيه لحتى تخفف عدد الإصابات. هلأ بالنسبة للمستشفيات، المستشفيات يعني عم تستقبل ولكن في محدودية. هلأ عم نجرب مجددا نرجع نزيد عدد الأسرة بالمستشفيات الخاصة لمرضى الكورونا، ولكن عندنا مشكلة بنفس الوقت ما بدكم تنسوا، يعني في المرضى العاديين يلي بدهم يفوتوا على المستشفى، وعدد الريسبيراتور عدد المعدات التنفس الاصطناعي يعني محدود، وبالتالي يعني ما كتير الوضع مريح بالنسبة للمستشفيات الخاصة، عدا عن الصعوبات بفتح أقسام جديدة. عم نعمل جهدنا ولكن للحقيقة
بس أنا عم شدد على النقطة أنه 15 يوم ما رح يكونوا كافيين لطواقم التمريضية والطبية والمستشفيات لحتى تقدر تستوعب هالأعداد هذه. وخاصة كم مستشفى صار أستاذ هارون؟ كم مستشفى صار قادر يعالج كورونا؟ هلأ بالوقت الحاضر في بحدود 30 ورح يزيدوا إن شاء الله، يعني عم نجرب. لأنه نحكى أنه مش عم تتجاوبوا كتير لزيادة المستشفيات ولفتح أقسام. لك منو هين في واحد يفتح قسم؟ اولا في صعوبات من الناحيه الهندسيه، يعني تتجي تخصص الجناح منفصل تماما عن بقيه المستشفى مع مداخل خاصه واسانسيرات خاصه والى اخره، صعب كثير منا هيني ما فيك تعمليها بكل مستشفى. ثانيا ما في اطقم تمريضيه كافيه لحتى كل مستشفى انه تفتح قسم كورونا كبير. عندنا مشكل كبير من قبل بالطواقم التمريضية وهلأ صار أكبر بكتير، وخاصة أنه مش كل الممرضات والممرضين مستعدين أنه يشتغلوا بمركز الكورونا. تالت شيء وهذا شغله صرنا حاكين فيها مليون مرة، المستشفيات الخاصة ترزح تحت أعباء مادية بسبب عدم تسديد مستحقاتها، وفتح مراكز للكورونا مكلف جدا جدا جدا، يعني مش بسهولة بيقدر واحد يفتح مركز للكورونا، يعني معدل كلفة السرير للتجهيز للكورونا بيتراوح بين 15 و 20 ألف دولار، ما بين النيجاتيف بريشر وما بين الفنتيليترز وإلى آخره. وبالتالي يعني منا بهالسهولة أنه نجي نقول لكل المستشفيات كلكم سوا بده يكون في عندكم أقسام كورونا. معدل مريض كورونا قديش بالنهار الكوست يعني العلاج؟ يعني بيتراوح بين مليون ليرة لخارج العناية الفائقة إلى مليونين ليرة داخل العناية الفائقة. كورونا مش مقد كورونا وفوق كورونا كمان في الـ في الكوست اللي بيحلق أضعاف بكلفة مريض الكورونا، أضعاف أضعاف كلفة المريض العادي، يعني بيكفي قد بعد عنا أسرة فاضية. بيكفي بس تكفي الفكرة، بيكفي عندك المستلزمات الطبية للوقاية. ايه ايه واضح اكيد اكيد. قدي بعد عنا اسرة فاضية بالاي سي يو؟ يعني بالقطاع الخاص فيه بالوقت الحاضر بحدود 100-120، اكتر شوي يمكن صاروا بالمية وخمسين الاسبوع الماضي، يعني بتخيل في 90% منهم متلانين بصورة دائمة. يعني وهل 10% بدكم تلتقطوا انفسكم لحتى ما نزيد ما نروح على نروح على خلص تسكير كل الاسره ونضطر مثل ما قال دكتور جوزيف انه يعني نفضل الشاب على الختيار ونرجع نفوت على النموذج الايطالي والاسباني. بدي اشكرك استاذ سليمان هارون نائب اصحاب المستشفيات بلبنان، احنا هيدي بس هيك اطلاله كرمال موضوع اللوك داون، وايضا دكتور جوزيف الحلو صرختك وصلت عكل حالة التلاتة المجلس أعلى للدفاع لحتى نشوف، لأنه مثل ما فهمنا أنه ما بده يروح على توتال لوك داون من دون ما يكون في خطة بالمقابل أنه تقدر تعطي نتيجة هالإقفال، لأنه الجزئي ما عطى نتيجة. بدنا نشوف الإقفال العام إذا بيقدر يعطي نتيجة، بده يتواكب مع إجراءات. أي إذا بس تسمحيلي بس بآخر جملة مرة تفضل دكتور. إذا سكرنا الخمستاشر يوم وما نفذوا القوانين بالتعاون مع الكل على الأرض، كأن لا سكرنا وفتنا بجهنم. يا ريت بجهنم، جهنم ما رح تستقبلنا. هلا هيدي رح يكون الوضع مأساوي جدا جدا جدا. اي نحن على طول نحن شعبنا متفائل، اسمعوا مني واحموا حالكم، بس يحموا حالهم رح نوصل لبر الامان باذن الله. لو اخذت شويه وقت مثل العالم كله، قد ما يعني عم نعمل الدنيا برجع بيطلع الضوء علينا، طمنوا بالكم. والكورونا مش مثل ما عم نقول انه فيروس مش عابر، فيروس جاي وعم بيطور حاله، وهلا كمان بنرجع بنشوف مع دكتور نسوري قديش يعني قديش بدنا نعيش تحت عم بيطول حاله. بعدين العالم ما تفكر انه فيروس كورونا عيب. الفيروس كورونا ما نوع عيب، انه نجي حدا بالبنايه نقعد معه كورونا، البنايه كلها بتهرب، البنايه كلها بتروح تعمل فحوصات. لا هلا بعدين صاروا عم بيقولوا حتى فيروس مثله مثل غيره، ما نوع عيب. شكرا لك دكتور جوزيف. عشان فزعانين
هلا بلش الفجر هلا عم تتغير يعني عم يجرب قد ما فينا له شغله للدكتور. حلو انا اكيد بشكره انه اذا بده يأمل لنا موعد وكل شيء، انما نحن بامريكا اوريدي تم تقييم العمل من قبل دكتور فرانسوا نادر، ف يعني العمل تم تقييمه ونحن ناطرين بدنا حدا يدعمنا لنقدر نطبق، يعني ما نتخطى مرحله التقييم لنقدر نباشر. على كل حال نتواصل بكره مع دكتور جوزيف ومع الوزير ونشوف كيف ممكن نتواصلي معي بيعطيكم رقمي تواصلي معي وانا شو بقدر ساعدك بنساعدك اكيد. شكرا لك دكتور جوزيف الحلو. بدي اختم معك دكتور نسولي عندي ثلاث اسئله ولو سمحت اجوبه سريعه. اول شيء نحن قديش وقت رح نضلنا مع كورونا؟ يعني قديش بتتوقع انه لحتى يجي الفاكسان؟ والفاكسان بنعرف انه بدنا وقت لحتى نقدر ناخده ويكون فعال. نحن هل دخلنا جديا بالموجه الثانيه؟ وموضوع المدارس، يعني ليش الصغار عم بيقولوا انه اصاباتهم اقل وهن سيف؟ والسؤال الرابع سجلهم لدغري تجاوبني عليهم، بدنا تحكينا عن المناعة، كيف هلا نحن فينا نحصن مناعتنا حتى إذا أجا هالفيروس بالقليل يكون عنا مناعة لحتى نحاربه. سؤالة ممتازة. بدي أوضح بس شغلي، أنا بدي أوضح للمشاهدين واللي عم يشوفونا والدكاترة كلهم يعرفوها، نحن ما بدنا نتوصل على العناية الفائقة. اللي بيفوت على تنافس الاصطناعي 80% يا 85% بدهم يموتوا. سوري ما بدي اخوفكم انا، بس بدي اشرحها. اللي بيفوت على التنافس الاصطناعي ستاتكس موجوده بامريكا والشرق الاوسط، 85% الناس بيتوفوا ما بيطلعوا منه بقى. لهذا السبب الوقايه هي اهم شيء نحن مثل ما حكينا. هلا بامريكا مثلا المطاعم بيسمعوا 25% من المطاعم تكون بس متلين، يا 40% تلاقي حسب المحلين. ثانيا الخبريه الكويسه، هلا تسكر الفاكسين طالع، اللقاح طالع، في عنا مثل ما قلنا عنا الفايزر فاكسين الام ار ان اي والموديرنا فاكسين ام ار ان اي. هلا مشق الطلوع تبعت اللي كيف بيعملوا مناعه ممتازه، شفوها الانتي بوديز الاجسام والتليفونات كمان، وخلصوا المرحله الثالثه وشافوا انه هدول عندك هي 4 أسابيع بدهم يطلعوا الا ما يصير شيء حاسي ولا شيء. بعدين عندك الاسترازينيكا مع اوكسفورد عم يعملوه كمان بده يطلع، وعندك الكلاسيكي اللي هو مثل الفلو فاكسين جونسون اند جونسون وسانوفي بده بعد وقت معين. بس فايزر وموديرنا الام ار ان اي فاكسين عم نحكي على اسابيع. هلا قد ايه بده يبقى معنا هاي الفيروس؟ حسب، بده ياخذ وقت، بده يطلع الفاكسين، في عندنا كفايه فاكسين. هل الناس كلها بدها تاخذ الفاكسين ولا لا؟ مين بده ياخذ الفاكسين؟ كيف بده يوزع الفاكسين؟ يروح على الدبليو اتش او، في عندهم اسوسيشن اسمها كوفاكس اسوسيشن، امريكا رفضت تشتغل معهم مع الدبليو اتش او بتعرفي. بدهم يوزعوا للبلدان المضروبه كثير، وبدهم يعطوها بقى للدكاتره والناس والمريضات وكذا. بس اجين بدي سكر انا اختمها مثل ما دكتور فاوتشي فرجع، هيدا عملوا دراسه يشوفوا عظمه امريكا نحن اسمع فيه، بس حطوا اعظم طبيب بامريكا كلها بالعالم هو دكتور فاوتشي، شوفي عم بيقول لك هيدا هو العلاج تبع الكونفشن تبع كورونا فايروس. بالوقت الحاضر لا بدنا نفوت على المستشفى ولا بدنا نعمل اي فيقه ولا بدنا نعمل شيء، لانه كله ما بدنا نحمي حالنا بحالنا. الاهم شيء بدنا نحط الكمامه، وجيبوا فتنا موجه ثانيه دكتور، فتنا موجه ثانيه. ليك انا ما بحكي الموجات، الموجات هذه خاضعه بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل. هلا اكيد نزل شوي ورجع طلع. ممتاز. كيف بنفرق نحن اذا معنا فلو جريب ولا كورونا؟ لا اللي حقول لك الفرق، هن بيشبهوا بعض كثير، هيدي المشكله. لهذا السبب كل العالم لازم تاخذ الانفلونزا فاكسين، الفلو فاكسين كل الناس لازم ياخذوه 100%. كل الناس بكل الاعمار؟ كل معلوم كل الاعمار حتى ولاد صغار لازم ياخذوا الانفلونزا فاكسين. ليه؟ لانه اذا صار معنا انفلونزا، الانفلونزا بيضاعف جهاز المناعه، واذا تعرضنا على الكورونا فايروس سلام عليكم. بس في نظريه بتقول انك انت بتخلي الجهاز المناعه تبعولك يكون كسلين اذا بتعطيه الفاكسين تبعول الفلو، يعني ما بيعود يحارب مظبوط الكورونا، خليه هو يشتغل باللحم الحي احسن ما تعطيه من برا، تعطيه جيش اضافي من برا. لا 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 هذا خطا خطا. اللي اذا واحد صار معه انفلونزا، اذا صار معه فلو، الفلو بتضاعف جهاز المناعه بطريقه غريبه الشكل، واذا تعرض على الكورونا فايروس
بده ياكلها بطريقه غريبه الشكل بكورونا فايروس، تبعت لي كيف؟ مين بده؟ هلا انت عم تساليني كيف نقويه؟ بدك بدنا نحن بدنا نضعف الجهاز المناعي، كل الناس بامريكا كل العالم هلا لانه الكورونا فايروس كل الناس عم بياخذوه، هلا كيف نفرق بس نحن دكتور نحن كيف بنعرف حالنا منصابين بكورونا ولا فلو؟ لانه كلنا بيوجعنا راسنا، بيوجعونا زلعيمنا، سعلي، منكح، بيوجعونا بطاط اجرينا، مفاصلنا، يعني هو اللي كمان قريب فيهم يكونوا. جواب سريع، بيروح الشم وبيروح الطعمه، لا بيشم ولا بيستطعم يعني الواحد. اذا بلا شم وبلا طعمه منه كورونا، بس في منهم قلبي عم ينصابوا بكورونا بس ما عم يفقدوا شيء. بيكون كثير قليل بركه. ليكي في بالطب في على طول اكسبشنز، يعني ما الطب أوكي. الطب واحد وواحد بيعد اثنين، يعني بدنا نركز على حاسه الشم وعلى حاسه التذوق. اذا صار سالي، اذا الشم راح والطعمه راحت وفي سالي وفي حراره، معناتها بده يحلل دغري، معناتها في كورونا موجود عنده. على كل حال نحن بنحط كورونا قدامنا وبنرجع للي اهون منه، يعني بنحط براسنا انه كورونا. ما جاوبتني بس على موضوع المناعه لو سمحت بوقت كثير قليل دكتور. المناعه الفيتامينات لازم يكون حلقه كمان ثانيه معك لانه كميه معلومات عندك كثير. المناعه كيف نحافظ عليها هلا؟ وزنك، فيتامين سي، فيتامين دي، كله السابلمنت عم تنصح كل الناس تبلد هلا تواظب عليهم؟ بدنا نخفف الستريس، بدنا ناكل مزبوط، بدنا ننام، بدنا ننام. لا الستريس صعب شوي، ما فينا نفيدك بشيء هون. غير الستريس. هلا العالم كمان بلبنان لحالك، انا بدي دافع على العالم اللبناني اللي بدهم ينزلوا على الطريق وكذا، العالم قاعد بلا شغل، اللي ما عم بيشتغل ما بيطلع مصاري، مزبوط ولا لا؟ بدنا نفهم نحن انه شو عم بيصير هلا، وقت بنقول لهم رجعوا انزلوا بنرجع بعد بعد 15 يوم، عم بحكي على امريكا يعني. على كل حال بدنا نقول لهم انه الستريس اكبر عدو لكورونا. ايه ستريس كثير عالي لجهاز المناعة. ما في شك. والسبلمنت سبلمنت لا السبلمنت ما في شيء يعني عندك الاوميجا 3، الاوميجا 3 بيساعد، انتبهتي شو؟ الاوميجا 3 بيساعد، فيتامين سي والفيتامين دي والزنك، هذا كل شيء، باقي ما تبقى كله جنجبير ما جنجبير، هذا كله، وفي امور تعطي مشاكل سايد افكت، اذا واحد بياخذ جينسينج على طول وهذا بيروح سليف بده ينتبه، ياخذ بس هدول. خلص يعني نحن عم نتطور والمعلومات شوي بنرجع للقديم، شوي بنرجع شوي بنرجع بناخذ جديد. انا بتشكرك دكتور طلال نصولي الاستاذ بالمناعه والربو والحساسيه بواشنطن دي سي، ويعني اسم الله مش رح فيني اعدد لك كل تايتلز تبعولك. شكرا لك دكتور، وقلنا اكيد اطلالي ووقفه ثانيه معك بكيف بدنا نحصن ايضا جهاز المناعه بدنا نحكي فيه اكثر، وموضوع المدارس خلص خليه لمرت الجاي. شكرا لك دكتور. بدي اختم معك، يعني كثير حسيتك انه كله من ضمن الدومين اللي عم تشتغلي عليه. كلمه اخيره لك دكتوره انا مريم. بحب كمان اضيف شغله، تواصلت مع عالم كمان بالابحاث باستراليا، من هون لشي جمعه رح يبلشوا برودكشن لكمان لقاح موجود عندهم، وتقريبا بيعتبروا بحلول نصف 2021 كمان رح يكون توجد لقاح من أستراليا من أكيد مختبرات الأبحاث الموجودة عندهم. وأنتوا رح تتابعوا هذا الموضوع أكيد. بس يعني الموضوع الأولاد الأولاد نعم. ليش سيف؟ بس بدي أخذ رأيك لأن إحنا عم نسأله على للكل من ضمن البحث. نعم هلأ كمان بتعرفي ما في شيء أكيد 100% الدراسات العلمية بتضلها تتطور، إنما بيعتبروا الأولاد ممكن هن بينعدوا كورونا ما بتبين عليهم عوارض. ليش؟ لانه كمان بدك تشوفي عدا المناعه البومو كمان بتكون بعدها مش متكونه بشكل كامل انه تقدر تعشعش فيها لعمر نعم. الفيروس انما بيعدوا وعندهم الغده الدرقيه اللي هي بتكون وكمان انما هي المشكله انه ما ببين عليهم اي عوارض انما بيعدوا بيقدروا يكونوا لينكس. مزبوط. شكرا لك دكتوره ماري دومت الاكاديميه والبحث العلمي. مشاهدينا نحن رح نتوقف مع فاصل ومن بعده رح نكفي بالجزء الثاني من الحلقه عن الانتخابات الامريكيه ونتيجتها. فاصل ونعود. نعود مشاهدينا الى الجزء الثاني من هذه الحلقه من السلطه الرابعه. بدي رحب بضيفي بالاستوديو دكتور كامل وزني المتخصص بالشؤون الامريكيه. مساء الخير دكتور كامل. مساء النور. وايضا رح ينضم لنا بعد قليل من واشنطن سوزان هيداموس الصحفيه والكاتبه بالواشنطن بوست، والقاضي سام سلامي قاضي المقاطعه 19 بدوربورن بولايه ميشيغان. دكتور كامل كنت متوقع بداية انه يطلع بايدن مش ترامب؟
لا بالتأكيد هي معركة كانت قريبة وقريبة جدا، واليوم الانقسام الكبير الذي حصل في الولايات المتحدة كانت دلائل أنه ربما يعني حظوظ بايدن هي أعلى. هلا بأمور عديدة اليوم هذا الانقسام العمودي داخل الولايات المتحدة، نسبة الحماس الموجودة في الشارع الأمريكي لإنفاق المال اللي هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، يعني المرشح بايدن هلا الرئيس المنتخب جمع شخصيا ما يقارب المليار دولار، هي حملة انتخابية قد تكلف بين 11 مليار ل 14 مليار دولار، معظم الأموال أنفقت من قبل الحزب الديمقراطي وليس من قبل الحزب الجمهوري، يعني حتى الرئيس ترامب مع أنه رئيسه موجود بالسلطة قدر جمع شخصيا حوالي 600 مليون دولار. فلذلك اليوم نسبة الحماس والغضب والانقسام داخل الشارع الأمريكي والتجيش الذي حصل، بطلت مسألة حزب جمهوري ديمقراطي، صارت مثل معركة للتغيير داخل الولايات المتحدة. بالنهاية كانت الأرقام تشير بأنه استطلاعات الرأي بأغلب الولايات أنه ربما حظوظ بايدن هي أكبر، لكن تعلمنا نحن من الانتخابات 2016 أنه نروق شوي حتى نشوف الأرقام، لأنه بالنهاية بدك تحسبي انه كيف تطلع هي مين بيطلع وبيصوت. هلا اللي عمل عليه الحزب الديمقراطي انه ما اعتمد على الناس يصوتوا يوم الانتخابات، اعتمدوا على هو الاصوات اللي بتبعت عبر البريد، فلذلك يوم الانتخاب كان في تقريبا 100 مليون واحد صوت في هذه الانتخابات. هيدا اللي اعطى حافز اكبر للديمقراطيين مقابل الجمهوريين، لانه لما صار عمليات الفرز بولايات عديده بين انه كل الذين ارسلوا اصواتهم كانت بنسبه 70% وبعض الاحيان 78% لصالح بايدن مقابل ترامب. هلا اللي صوتوا يوم الانتخاب كانوا اغلبيتهم للرئيس الامريكي. لما نطلع على اربع ولايات اساسيه، لما نطلع على 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 بنسلفانيا، أريزونا، نيفادا، على جورجيا، لاحظنا انه كل البالتس اللي عم تنعد، كل هالاصوات اللي عم تنحسب وعم تنفرز، خاصه حتى بالولايات اللي بالحسب، حتى بالمناطق اللي هي محسوبه على الجمهوريين، ما هي حتى الولايه في مناطق بتكون محسوبين على الجمهوريين ومحسوبين على الديمقراطيين، لاحظنا انه النسب هي اكبر للديمقراطيين. فلذلك الخطه التي اتبعها الديمقراطيين انه صوتوا قبل ما يوصل اليوم المحدد للانتخابات باعتبار انه القانون سمح لهم انه يصوتوا، هيدي ادت الى فوز طبعا مرشح بايدن. وايضا نسبه السود الذين صوتوا في هذه الانتخابات ونسبه اللاتينيين والاقليات. وبالاضافه اللي يمكن الايام القادمه بتارجينا الارقام بالتحديد حتى ناخذ صوره عن امريكا، لكن بس ما كان هين النتيجه. لا مع النتيجه الاصوات ترامب ما كانت هينه كمان. طبعا طبعا، بس هو ترامب كان في عن جد نقم عليه، لانه باخر ولايته صرنا نشوف لا انه هو ما كان اقتصاديا جوا وقدر عمل اشياء. هلا اكيد كان عنده كتير فاولات بموضوع كورونا، بموضوع اوباما كير وغيرها، بس ولكن شفنا انه في نتيجه منيحه، يعني في ناس كتير مأيدته بعد بسياسته. هلا حتى نكون واضحين، هذا الرئيس جاب ما يقارب 71 مليون، بال 2016 جاب 62 مليون، يعني هو جاب اكثر اصوات مما كان عليه، بس اليوم عنده ازمه كوفيد اللي هي في 230 الف امريكي توفى من قبل هذا، في وضع اقتصادي صعب، في انقسام داخل الولايات المتحده، وفي وسائل اعلام باجمعها ضده، وفي الهاي تاك بامريكا كمان صبت لمصلحه بايدن، يعني اليوم تطلعي حتى الاعلام في مكان معين الاقوى كان ضده لترامب مش معه، لكن استطاع انه يجيب هيدا ال 71 مليون صوت، هذا يؤسس لشيء. لكن ايضا الجمهوريين ربما استطاعوا بدنا نشوف هلا في بجورجيا في مجلس الشيوخ، لانه في بعد تو سيتس، بعد في مقعدين لم تحسم، بدنا ننطر لخمس الشهر بديسمبر حتى نشوف هالاصوات، يا ديسمبر يا جانيوري بعتاد بده يعيدوا الانتخابات، اذا استطاع يعني الجمهوريين ان يحافظوا على الاكثريه داخل مجلس الشيوخ. اذا خسروا يعني لم يستطيعوا يعني الديمقراطيين ان ينتزعوا هيدي الاصوات، يعني امريكا
متجهة إلى انقسام باعتبار أنه أي مشروع عمل داخل الإدارة الأمريكية هي بحاجة إلى موافقات. راح يصير فيه مثلنا، راح يتلبننوا. هلأ على فكرة في تعبير كتير حلو استخدمه توماس فريدمان على السي ان ان، بيقول أنا غطيت الحرب اللبنانية وهيدي قبل 3-4 أيام، وهيدي بتنذر بالمرحلة اللي أنا غطيت فيها الحرب اللبنانية. يعني هذا التعبير استخدم من أهم أشهر صحافي في النيويورك تايمز، وهذا هو الانقسام العمودي. وهذا الانقسام العمودي نحن كنا نحكي عنه من 2016، وأنا عملت كتاب عليه على التغيير الديموغرافي بالولايات المتحدة، لأنه اليوم في تغيير ديموغرافي. هذا التغيير الديموغرافي اللي ابتدأ بقرارين مهمين بال 65، Civil Act of 1965 والإميجريشن أكت of 1965. الأقليات بوقتها كانوا 12%، اليوم هالأقليات صاروا 38%، وهم مرشحين خلال يعني ال 20-25 سنة يصيروا الأكثرية. فاليوم بطل الانقسام هو جمهوري ديمقراطي، صار إنه البيض ضد السود، البيض ضد اللاتينيين، ضد هذا البيض اللي بتزعمه من ترامب، ضد هذه كل مجموعة. كل نتيجة السياسة اللي تبعها ترامب؟ لا، ولا هو أصلاً موجود؟ لا هو إيه وزيد. هلا هو امريكا تاسيسها كانت للانجلو ساكسو بروتستانت، يعني هي تاسيس امريكا، مسود تم استعبادهم لما وجودهم للسيفل رايت اكتس اللي صار بال 65. يعني مارتن لوثر كينج كان بخطابه الشهير قبل ما يغتالوه بيقول بحلم انه ولد ابيض واسود انه يمسكوا ايد بعضهم ويمشوا بمغامري، يعني هيدي قبل ما يغتالوه. فلذلك اذا بتقري خطابه السيفل رايت اكت بعد حرب اهليه بال 1860، لذلك بعد فترة طويلة لم يستطيع السود أن يصوتوا داخل الولايات المتحدة. هلأ اليوم بدنا نشوف نحن، لأنه أنا منتظر الأرقام، بدنا نشوف قديش السود صوتوا لبايدن. هلأ أنا عرفت يعني استطلاعات الرأي بتقول أنه يمكن يعني يمكن 9% صوت لترامب والباقي صوت لبايدن. بس بدنا نشوف قديه نسبتهم هون، لانه السود بامريكا 12 يعني بيطلعوا نسبتهم من عدد الموجودين. طبعا يعني من هلا طبعا هن يمكن كما قلت يمكن 79% يمكن لا 89% صوتوا لبايدن، بس بدنا نشوف قديه عددهم. يعني فبدنا نشوف قديه طلع وصوت، يعني قديه النسبه، وربما بدنا نشوف اذا طلع باصوات قديه عدد البيض اللي صوتوا له، قديه عدد اللاتينيين وعدد الاسيويين. لا بس بالاكيد انه معظم الشعب الامريكي هو التقل. بس يعني صح، بس بدنا نشوف قديه البيض يعني، بس الاكيد انه الاغلبيه من ال 71 مليون اللي صوتوا بهالانتخابات لترامب هن باغلبيتهم من البيض. فلذلك المعركة في مكان معين، أغلبية البيض مقابل البراون الموجود بالولايات المتحدة النان وايت. هيدا التشكيل. من هون أنت عم تتنبأ بانقسام ممكن؟ لا مش أنا، هيدا لا مش أنت عم تقرأ، هيدا 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 اليوم، بس أنت الكل يعني. هلا اليوم هيدا بس ممكن يقول إنه أمريكا، لا أمريكا هالقوة العظمى إنه تشوف فيها حرب شوارع او تشوف فيها انقسام وكل شيء دمروا للشرق، اخر شيء يطلع فيهم يعني للدول الثانيه. ولا امريكا اكبر حرب صارت بالولايات المتحده هي الحرب الاهليه اللي صارت بالولايات المتحده، 600,000 قتيل، هي بال 1860 لينكولن خاضها حتى يوحد امريكا. لكن اليوم بعض المؤرخون بيقول هذا الانقسام يشبه هذه المرحله اللي عاشتها امريكا ما قبل الحرب الاهليه. هلا ربما مثله الاعلى لترامب كان اندرو جاكسون، اللي هو كان يعني اللي كان عنده عنصريه زائده ضد اللي منهم وايت، عرفت كيف؟ اليوم هو رجع جيش هيدي الحاله الموجوده داخل الولايات المتحده وتزعمها وقائدها. فهلا اليوم بدنا نعرف خروجه من السلطه هل ينتهي الرئيس ترامب، لانه بامريكا ما في زعامه. هو يعني مش قبلين يعني، هلا لا خروج ولا قبلين، نتيجه هلا هلا عم مش راضي على شيء. هلا زوجته يعني زوجته كانت عم تقنعه انه تكنسيد، يعني انه يعترف بالخساره، وحتى صهره عم يقول له يعترف بالخساره. هلا في دعاوي بعد، في جولياني اللي هو محامي اللي عم بشجعه انه يقوم بدعاوى باعتبار انه في مخالفات قانونيه، لكن الارقام اللي اظهرها الاستطلاع انه هو ما ربح ال 270 فقط، ال 270 214 هو اي بس هو تخطى، يمكن يتخطى
يمكن يتخطى 300 لأنه بعد في ولايات ما حسمت فيها التصويت لحديت هلأ. مين بده يتخطى 300؟ بايدن. بايدن. أي. أوكي. أي. لأنه يعني قد ما رجح حصل هو بالدعاوي مش رح يوصل لبايدن. صح لأنه لو هو بس جاب 270 كان هلأ الإلكتوريال كوليج كان ممكن أنه يعمل كونتست لهيدي انه لهيدي الاصوات ويقول انه في مخالفات صارت بديترويت، صار في مخالفات يمكن ببنسلفانيا، في اصوات ما كانت توصل او طريقه احتسابها باليوم اللي وصلت فيها، في حتى المال الانتخابي اللي فيه اللي وصل داخل الحمله للحزب الديمقراطي. ليه هالقد حطوا ميل؟ يعني انه هالقد عم تحكي بالمليارات، يعني ليه؟ هو هيدا اول واحد بتاريخ الرئاسة الأمريكية بيقدر بجمع مليار دولار لشخصه غير الحزب. ما انت عندك عادة الحملة الانتخابية بتكون انه في عدد، في نسبة من الاموال في يجمع المرشح، وهيدي محسوبة. بس ليه؟ شو بيعني قبل ما فوت على البيت؟ هيدا بيعني انه حماسة وغضب لم تشهدها الولايات المتحدة بتاريخها الا في مراحل يعني ما قبل الحرب الأهلية وبمراحل ربما بالثلاثينات. خلينا نتوقف مع بريك ورح نرجع نكفي بالموضوع، بينضموا كمان ضيوفنا لنا. مشاهدينا فاصل أخير ونعود. نعود مشاهدينا إلى متابعة الجزء الأخير من الحلقة، ولكن بعدنا ضمن الانتخابات الأمريكية ونتيجة هذه الانتخابات ماذا بعدها. بدي جدد ترحيبي بدكتور كامل وزني الخبير بالشؤون الأمريكية معي بالاستوديو مجددا، أهلا وسهلا فيك. وانضم لنا القاضي سام سلامي قاضي المقاطعة 19 بولاية ميشيغان. مساء الخير رئيس. مساء الخير رئيس سام. يسعد هالمساء لك ولضيوفك وشكرا على الاستضافه. دكتور سام، يعني اول شيء ميشيغان كانت محط انظار عدا عن انه فيها كثير اغلبيه لبنانيه موجودين فيها، انما كمان مطالبه ترامب بعز الانتخابات انه وقف الاصوات ووقف التصويت فيها. أول شيء كيف شفت هذه النتيجة؟ يعني كانت نتيجة هيدي كنتم متوقعينها، وماذا عن ولاية ميشيغان؟ ليش راحت أغلبيتها إلى بايدن؟ هل ربطاً بالسياسة اللبنانية؟ يعني الحقيقة ولاية ميشيغان كانت من الولايات المتنازع عليها لحتى آخر يوم انتخابي، وشفنا كلا الحملتين الانتخابيتين يعني عم بيركزوا على ميشيغان لأنه هي كانت حاسمة. يعني إذا بتذكري بانتخابات 2016 هيلاري كلينتون خسرت ولاية ميشيغان ب10,000 صوت، يعني كلا الفريقين حس أنه في حسن وضعه بولاية ميشيغان. ولا شك أنه ميشيغان معروف عنها يعني بتدعى عاصمة العرب الأمريكيين في أمريكا، لأنه بمقاطعة وين اللي هي تعتبر عاشر أكبر مقاطعة من الناحية السكانية بالولايات المتحدة الأمريكية، بالجنوب الشرق مقاطعة وين في كثافة وأكثرية عربية أو عربية من يعني أمريكية من أصول عربية، وعادة بالسنوات الماضية ما كان يعطى اهتمام للجاليات العربية الأمريكية لأنه كانت مشاركتها خجولة كثير بالعمليات الانتخابية. أما في السنوات العشر الماضية فبلشت الجاليات العربية الأمريكية يعني تنخرط أكثر وأكثر بالعملية السياسية بأمريكا، وصارت جزء لا يستهان به من مجموع الأصوات اللي بتعطيه المقاطعة وين لأي من المرشحين. فولاية ميشيغان كانت من الولايات اللي كان فيها حسم. هلأ طبعا بايدن حقق انتصار، ويمكن المردود أو الرصيد اللي تركه باراك أوباما بعد ما قام بعملية يعني انعاش القطاع السيارات بولايه ميشيغان، اذا يعني المشاهدين بيذكروا كان في عندنا مشكله بالنسبه للشركات السيارات كانت عم بتقرب من الافلاس نتيجه المضاربات، فاعطاهم دعم مادي وقدروا بعدين يعودوا يحسنوا وضعهم الاقتصادي. فهذه كانت ناحيه مهمه. والناحيه الثانيه انه العرب الامريكيين والمسائل اللي صارت قبل الانتخابات بما فيه قضيه جورج فلويد وحياة السود مهمة، يعني كمان أنه في تقل من أمريكيين اللي من أصول أفريقية موجودين بولاية ميشيغان، فكمان هودي عادة تقليديا تاريخيا ما كانوا يشاركوا بالعملية الانتخابية مثل ما صار مشاركة.
وطبعا التسهيلات اللي انعطت التسهيلات اللي انعطت بظل وجود الوباء كورونا للتصويت عبر البريد كمان ادى الى انخراط اعداد يعني غير مسبوقه في تاريخ امريكا. يعني حتى الرئيس ترامب رغم خسارته الانتخابات حصل على اكبر عدد من الاصوات بيحصل عليها رئيس او مرشح جمهوري بانتخابات. يعني هلا طبعا في الفارق بالاصوات الشعبيه كان حوالي 5 لـ5.5 ملايين صوت، بس الرئيس ترامب يعني عمل انجاز ب 71 مليون صوت بالمقابل ما يقارب 75.5 مليون صوت للمرشح او الرئيس المنتخب بايدن. فالجاليه العربيه الامريكيه كمان كان لها تاثيرها على الوضع الانتخابي، قد كان بلاءها بلاء حسنا، شاركت بتقل وكانت معظم الاصوات العربيه الامريكيه تجيرت لمصلحه الحزب الديمقراطي اللي هو تقليديا يعني عنده سياسه الهجره، سياسته الداخليه على المستوى الداخلي، على المستوى البرامج الاجتماعيه، على مستوى الضمانات الاجتماعيه، على مستوى نقابات العمال، يعني الحزب الديمقراطي هو فعال اكثر. طيب رئيس كان عم يحكي دكتور كامل وزني معي بالاستوديو عم بيقول الانقسام اللي صار بامريكا عم يرجع هلا عم بيزيد اكثر، وفي خوف انه يعني يصير في ممكن يزيد اكثر هذا الانقسام من هلا لكم شهر لقدام. يعني هيك لا هو الانقسام موجود داخل الولايات المتحده هلا عم هلا زاد بين اكثر. هلا طبعا بوضوح الاصوات بينت انه في فرز داخل الولايات المتحده، وهذا الفرز موجود، لكن هذا عم يتسع بسبب التغيير الديموغرافي الموجود في الولايات المتحده، وهذا حيتصاعد طبعا بالمراحل والسنوات القادمة. يعني المعركة الانتخابية التصويت انتهى، لكن حالة الانقسام الأمريكي ما انتهت وهيدي إلى تصاعد طبعا. وهلأ اليوم إذا 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 ترامب عم يحكي أنه هو بده يأخذ يشكل نتورك تكون كمان تواجه الفاكس والسي أن أن، كمان هو بجيش لحالة مستقبلية وقد يكون رافعة لمرشحين ضمن الحزب الجمهوري. فلذلك اليوم الجمهوريين حافظوا على مكانتهم بمجلس الشيوخ واكتسبوا أصوات بمجلس النواب، وهذه كمان إلى دلالة. واليوم إذا حتى الرئيس بايدن بال 74 ما بعرف صاروا على 75 74 مليون 75 مليون هول الأصوات لا يكفي حتى تكون له يعني على الأقل بأول سنتين من عهده، إذا ما صار في انتخابات طبعا كل سنتين بيكون في انتخابات لكل مجلس النواب وتلت مجلس الشيوخ حتى يسيطر الجمهوريين، في صعوبات ومطبات كبيرة تواجه الحزب الديمقراطي حتى يمشي مشروع. أي شيء ما بيتفق عليه مع الحزب الجمهوري حتى لو جاب هذا الأصوات اللي هي الأعلى، هذا لا يعني أنه الطريق لإنجاز مسيرة البرنامج الانتخابي سوف تكون سهلة داخل أمريكا. طب رئيس سام متخوفين من هذا الانقسام؟ يعني أنتم على الأرض طبعا عم بحلل دكتور كامل، هو خبير وكأنه موجود بيناتكم، لكن أنتم على الأرض خايفين من هذا الانقسام؟ خايفين من تفلت بمكان ما من مواجهات؟ شفنا امبارح مظاهر مسلحة يعني كانت جدا نافرة هالقد بالشوارع، هل في خوف عندكم اليوم من انه تدهور الامور من هلا لشهرين لكان تسلم بايدن رسميا؟ يعني انا بوافق مع الدكتور كامل الى حد معين، بس المساله كثير وفيها مسائل كثير يعني متشابكه ومساله معقده، يعني ما لها جواب بسيط. ولكن يعني الكل بيعرف امريكا دوله قوانين، امريكا دوله مؤسسات، امريكا فيها دوله عميقه ومتجذره جدا. هيدا السؤال يعني انه كان بايدن ولا ترامب، بالنهايه في الدوله العميقه موجوده الاداره وحده. انا بتصور انه ترامب ظاهره يعني ما رح تختفي بسرعه، وترامب اعتمد بعض الاساليب اللي يمكن عندنا بلبنان اوقات بيعتمدوها، وهي التجييش العنصري. يعني في ناحيه نرجسيه بشخصيه الرئيس ترامب، وحاول هو يشد العصب الابيض. يعني اذا نحن بنذكر انه بال 2015 يعني قبل انتخابات 2016 بلشت هذه الظاهره، بال 2015 لاول مره بتاريخ امريكا نسبه الولادات عند المواطنين الامريكيين الغير بيض تجاوزت نسبه الولادات اللي عند الامريكيين البيض.
فاستغلت حملة ترامب بال 2016 هذه الظاهرة وصارت تحاول تشد العصب الأمريكي الأبيض. وبس كمان يعني ما فينا ننكر أنه رئيس ترامب يعني مثلا ولاية فلوريدا ربحها ترامب بأصوات المهاجرين الغير يعني الغير بيض اللي من أصول لاتينية نتيجة سياساته بالنسبة لكوبا بالنسبة لفنزويلا، يعني اللي من أصول إسبانية أو من أصول كوبية أو فنزويلية. وقت اللي حملة الرئيس ترامب ركزت على أنه بايدن هو سوشاليست أو هو اشتراكي أو هو يساري، وهن يعني ضد نظام الحكم الموجود بكوبا، ضد نظام الحكم الموجود بفنزويلا، فأعطوا هودي بثقل يعني غير مسبوق أصواتهم لترامب، وهو اللي أدى إلى حصوله على الأصوات الانتخابية لولاية فلوريدا. صحيح في انقسام بالشارع الأمريكي، صحيح في يعني بعض المتعصبين أو المتطرفين البيض اللي هن بقايا الكيو كلاكس كلان اللي كانوا هودي اللي بيعتبروا الوايت سوبريمسيست، او هن الانجلو ساكسونيين البروتستانتينيين والمسيحيين الانجيليين، هودي يعني بيعنيهم كثير مساله انه التفوق العنصر الابيض. ولكن مثل ما قلت قبل شوي بصير بعض المشاغبات، بصير بعض المخالفات، بعض التجاوزات، ولكن انا استبعد يعني القصه عم بتكون ضخمه كبير بالنسبه. بعض الناس بيقولوا راح يصير حرب اهليه والى اخره وبيع الاسلحه. صحيح امريكا يعني مش من اليوم، من وقت اللي خلقت وفي عندنا بالدستور الامريكي بيحمي حقوق المواطنين لحيازه الاسلحه والى اخره. صحيح صار في شراء أسلحة أكثر من السنوات الماضية، بس أنا أستبعد جدا، وخصوصا أنه تستبعد يصير في توترات ومواجهات بالشارع. هلا ممكن تكون على نطاق كتير ضيق وكتير محصور وتحسم فورا، لأنه بتصور أنا أنه قيادة الحزب الجمهوري والقيادات الجمهورية بلشت تنفض من حول ترامب، بما فيهم جيريد كوشنر اللي هو صهره، وبولاية بنسلفانيا مثلا أحد أعضاء مجلس الشيوخ جمهوري، وكمان قائد السناتور السابق بولاية بنسلفانيا ريك سنتورم اللي هو كمان جمهوري من الجمهوريين اليمينيين، يعني من الجناح اليميني بالحزب الجمهوري، وقفوا ضد شو اسمه ترامب بهذه العملية ودافعوا عن العملية الانتخابية ببنسلفانيا. وفي شغل كتير يعني الناس ما بينتبهوا له، أنه عملية التصويت بالبريد هي جزء لا يتجزأ من العملية الانتخابية بأمريكا من عشرات السنين مش من اليوم، إنما كان الإقبال على التصويت عبر البريد، والحزب الديمقراطي تبنى أنه صوتوا بالبريد وصوتوا عبر البريد وصوتوا قبل يعني يوم الانتخاب، ما تنطروا ليوم الانتخاب، في حين أنه ترامب من تقريباً 3 أشهر أو 4 أشهر قبل الانتخابات اعتبر أنه بده يعني حزبه بده مناصرين ويصوتوا بيوم الانتخابات وما يصوتوا عبر البريد. فهذا اللي صار يعني. وسياسات ترامب الداخلية بالنسبة لمكافحة الكورونا، بالنسبة لسياساته إعلان الحرب، أكيد هيدي زادت الأمور سوءا يعني. طب بس رئيس أنا للإجابة على سؤالك أنه ياس ممكن يصير بعض التظاهرات، يمكن يصير بعض أعمال العنف المحدودة ببعض واللي شفناها كتير بالمرحلة ما قبل الانتخابات. طيب رئيس أنا بدي أختم بالربط ما بين الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية. رح أنا اللي بهمنا نحن لبنان، لأنه إن كان بايدن ولا ترامب اثنيناتهم إسرائيل هني الطفل المدلل، يعني ما نتوقع أن يجي بايدن اليوم ويحارب إسرائيل ويعطينا نحن وينصرنا وينصر الدول الشرق الأوسط. أكيد هوني لا، بنرجع للي كنت عم تحكي الدولة العميقة. بدي أخذ بس تعليقك دكتور كامل، ولكن اسمح لي سوزانا هيدا موسى صحفي والكاتبة بالواشنطن بوست، نحن ما قدرنا أخذناها بالزوم معنا، فهي معنا عبر التليفون. سوزان مساء الخير، يعني دوماج انه عنا اللخط ما بعرف ما قدرنا سمعناك على الزوم. بكل الاحوال نحن هلا رح انا اختصر معك، وبركي ان شاء الله الاحد الجاي بتكوني معي بالحلقه، بكون زبط اكثر المشكل التقني. سوزان بدي اخذك، بدي اخذ فقط سؤال انا اللي بهمنا بالعقوبات اللي حصلت اليوم واللي حصلت بعهد ترامب، يعني ان كان بالاوفاك ولا بقانون ماجنسكي. ليش اليوم التعويل على انه بعد ما يروح ترامب بده تروح معه العقوبات؟ يعني هون شو فيك تقولي لنا وشو الوضع بواشنطن؟ يعني اكيد ما فينا نقول انه بس يروح ترامب تروح العقوبات، هيدي
ثانك يو اول شيء فور هافينج مي. هيدي العقوبات هي خصوصا ماجستي هي موجهه ضد اشخاص بيسكلي العنوان الاساسي تبعها يعني تحت هيدا العنوان هو الهيومن رايت اللي بيكونوا خرقوا حقوق الانسان واللي بيكونوا كوربشن. هيدول مينلي هيدا القانون بيستهدفهم اللي هو افراد. طبعا احنا بنعرف انه في عقوبات على دول وفي عقوبات على افراد. هلا انه بس يروح ترامب تروح العقوبات، لا هيدا يعني شغله تعويل، يعني اذا بدك تعويل انه ممكن يتغير الوضع، ممكن ترجع تلتغى هذه العقوبات. هيدي العقوبات لحتى تلتغى بدها بروسيجر ليجل بروسيجر. لكون صريحه معك، التغيت بمرات من المرات، كان في اشخاص حتى عليهم عقوبات والتغيت العقوبات. بيسكلي بتكون اهين وتكون عقوبات سياسيه وبصير في اتفاق مع الدوله، بتصير يعني اوفر حظا. ولكن هناك ليجل قانونيه، يعني اجراءات قانونيه ممكن الواحد يعترض على ويحط اكيب محامين ممكن. بس اقول لك انه الطريق معبده والطريق سهله، وانه الشغله بتاخذ كثير وقت، مش بالضروره انه تصير مجرد تغير الرئيس. لانه نحن ما ننسى انه في بامريكا شيء اسمه كونغرس، في هاوس اوف ريبريزنتاتيف سينيتورز، هدول الاشخاص كلهم لهم علاقه بالسياسه الخارجيه. يعني بعدين الرئيس بايدن هو حدا، هلا رئيس بايدن بتصور انه هو حدا محاور وفلكسبل واهين التعاطي معه، واكيد هو حدا بده يجمع الامريكيين. لانك عم تسمع الضيوف معك، بتصور انه هو رح يسعى بجهد انه يجمع الامريكيين. فبعتقد سياسته الخارجيه بايدن المبادئ الاساسيه اللي قلتها قبل شوي ما رح تتغير. يعني ان كان بالنسبه لاسرائيل ولا الشرق الاوسط، هيدي المبادئ بعتقد من صلب الموضوع. ولكن العقوبات ما بدنا ننسى انه يعتبر بامريكا او الاداره الامريكيه اللي كانت قبل، واللي بعتقد حتى اللي بدها تجي بدها تاخذ بعين الاعتبار كانت يعني رح تاخذ وقت طويل. خليني اسمع راي دكتور كامل وزني ورح ارجع لك سوزي، وكمان بدي اسمع راي الرئيس سام. شو بيتغير الموضوع؟ موضوع السياسة الخارجية بالعقوبات، يعني بتتغير سياسة بايدن تجاهنا بتتغير بعد؟ لا خلينا نشوف، يعني قبل ما نقول بيكون أقل يعني شراسة من المبكر الحديث عن هذا الموضوع، لأنه حتى نشوف الإدارة إدارته مين حيكون فيها، يعني وزير الخارجية، وزير الدفاع، المستشارين. لكن عادة لما يكون في عقوبات وتروح العقوبات، هذا بدأ يصير دو براسس، يعني تروح على المحكمة و هيدا ما بيتغير بسهولة. يعني ممكن تنوضع، لكن رفعة بدها عملية صعبة ومنة سهلة، وهيدي تدخل في عملية يعني عمليات تسويات على مستوى المنطقة. هلا كيف رح يكون هو سياسة بايدن تجاه لبنان؟ ليش عم بيقولوا تعويل انه بدها تريحنا؟ هلا بدنا نشوف، يعني لانه في الملف الايراني بده يزبط الملف الايراني. هلا بتشوفي انت، هلا موضوع الشرق الاوسط هي موضوع جزء من التسوية الكبرى اللي كانوا عم ينتظروا انه حيكون الرئيس ترامب ولا حيجي يعني فريق جديد الى السلطة. طبعا هذا يختلف في إدارة الملفات. ما ننسى أنه الملف النووي الإيراني تم الاتفاق عليه في عهد الرئيس أوباما. وكان نائب الرئيس بايدن كان اللي هو الرئيس المنتخب. لذلك هو ليس بعيد عن هذا النفس، مش بعيد عن هذا الأجواء. لكن هل يستمر بهذا النفس أو هو بده يكون حذر في التعاطي في هذا الملف؟ بدنا نشوف من المبكر. هلأ من المبكر الحديث، لأنه الأمور الأساسية اللي كان عم بيركزوا عليها أنه مش الملف النووي هو الأساس، ربما الصواريخ اللي هي بعيدة المدى اللي هي جزء لرافض الجانب الإيراني التفاوض عليها، وربما تكون هيدي بيت القصيد وحماية إسرائيل في المنطقة. وهيدا طبعا نقطة نزاع كبيرة غير قابلة للحل، لا مع بايدن ولا مع ترامب، لأنه هذه ثوابت يعني ضمن السياسة الأمريكية. لا، وحتى كمان الفريق الموجود في المنطقة يعني لا يساوم على قضية فلسطين. وطبعا أكيد وهن عندهم، لذلك هيدا خارج المفاوضات. بس بالموضوع، يعني بس بدي رجعك على الموضوع الأمريكي اللي هو أساسا أنا بعرف بتحكي على السياسة الخارجية. يعني سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ هيدي أكبر إعاقة
لعمل بايدن. وهو بيعرف هو رئيس وقاضي. لما اوباما باخر ايامه حاول يعين حدا للمحكمة العليا وقفوا له اياه بمجلس الشيوخ. طب رئيس وهلا باخر جمعه هيدي ممكن كان هو بده يعين حدا ترامب ومجلس الشيوخ لا مجلس الشيوخ لانه معه الاكثر طبعا قدر مرق له اياها فلذلك مجلس الشيوخ ضمن الدستور الامريكي. يعني هلا مثلا ما عم نحكي دستور امريكاني اي شيء تعيينات او اتفاقيات هو الرئيس عنده حق يستخدم الاكزيكتيف اوردر. هذا الاكزيكتيف اوردر فايت هو بمجموعه انه بياخذ اكزيكتيف اوردر هيدا له حق وهن له حق ينقضوه. لكن اذا في شيء بده اتفاقيات ما بين الجمهوريين والديمقراطيين بده يعبر عبر مجلس الشيوخ دستوريا وقانونيا ما حيمرقوا له. رئيس سام سليم شكرا لك سوزي. نحن يعني دهمنا الوقت وان شاء الله بتكوني معنا صوت وصوره مرت الجاي. بدي اختم معك رئيس سام بنص دقيقه. بتعتقد انه السياسه الخارجيه الامريكيه رح تتغير؟ رح يصير في تغيير طبعا بطريقه التعاطي اقل وبالخطاب الموجه بده يصير في تغيير. هلا التغيير الجوهر يعني عمليه معقده شوي وبدها جهد اكثر. بس بملاحظه صغيره بعتقد انه بايدن راح يحاول يعود احياء ارث اوباما بالنسبه للسياسه الخارجيه. بعتقد راح يعود يتبنى نفس السياسه الخارجيه اللي تبناها الرئيس اوباما اللي كان هو احد مهندسيها. هلا بس ان شاء الله ما يكون متردد مثل اوباما. ان شاء الله يقدر يكون حاسم اكثر. اوباما ما ننسى اوباما كان عم بيواجه مشكله كبيره بداخل الولايات المتحده الامريكيه ويمكن صرف معظم رصيده الداخلي على قضيه الاوباما كير او العمليه. هلا يعني مهد الطريق اكثر لإله لبايدن. ممكن تكون مهد الطريق اكيد تغيرت الظروف. نحن انتهى وقتنا. بدي اتشكرك. بايدن يواجه نفس المشاكل اللي كان يواجهها اوباما لانه اوباما بنذكر كلنا يعني بعد حتى بولايته الثانيه اوباما كان بعده عم يتشكك بشرعيه رئاسته وانه هو خلقان برات البلد او مش خلقان برات البلد والى اخره. كان في هجوم عليه من اليمين الديمقراطي اذا بنذكر نحن وقت اللي بنيامين نتنياهو تحدى الرئيس اوباما بعقر داره وراح على مجلس الشيوخ والنواب وعمل خطاب. يعني كان شيء مفاجئ. تغيرت الظروف. هلا ممكن تكون لصالح بايدن انه أكيد يقدر أكيد يكفي أكيد بهذه السياسه. شكرا لك القاضي سام سليمي. حدثتنا من ميشيغان. انا بعتذر انتهى وقتنا من ميشيغان مباشره. شكرا لك دكتور كامل وزني. يعني قدرنا ضوينا قد ما فينا ولكن مثل ما قلت من المبكر كثير هلا انه نقدر نحدد. هلا بقلب امريكا عم بيصير شغلات كثير ولكن السياسه الخارجيه بدنا ننطر لحتى نشوف. في مشكله كبيره داخل امريكا وفي عمليه هيلينج. يعني اليوم هو لما بيقول بده يوحد امريكا هيدا شعار منه سهل يتطبق اليوم. فلذلك هلا هن يهتموا بشغل لا عندهم مشاكل كثيره وبعتقد هذه المشاكل متجهه الى التفاقم يعني منا الى الانحصار. وخطاب يعني بايدن منه سهل والقاعدة الشعبية عند الحزب الجمهوري منا سهلة. شكرا لك دكتور كامل وزني. مشاهدينا وصلنا لختام هالحلقة ملتقانا بيتجدد الأحد الجاي. تصبحوا على خير.